السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء بجامعة التنمية الذكية، أهلا وسهلا بيكم في المحاضرة الثامنة من مقرر التفكير التصميمي Design Thinking، كود الخاص بالمقرر ENT 621، هو أحد المقررات الأساسية من السمستر الثاني من Master of Entrepreneurship. معاكم دكتورة آية محمد، أستاذ ريادة الأعمال بجامعة الجميع الذكية. في المحاضرة السابعة من مقرر التفكير التصميمي، المحاضرة السابقة تكلمنا عن بعض الموضوعات الهامة في عملية التفكير التصميمي، لأن احنا خلاص دخلنا قوي انكلوز قوي، أو يعني دخلنا في الأعماق بنشرح عملية التفكير التصميمي بتوضيح أكتر، بتولز اكتر وادوات بتساعدنا ان احنا نطبق التفكير التصميمي، سواء في مشروعات احنا شغالين عليها او ان احنا نطبقه حتى في بعض المشكلات اللي احنا بنطالب ان احنا يكون معانا فريق عمل علشان نحل المشكله القائمه دي. فبالتالي دخلنا اكتر في الطرق المختلفه والادوات اللي تقدر تساعدنا في عمليه التفكير التصميمي، وكانت هي البداية كانت من الطرق المختلفة اللي بتخلينا بنبدأ بعملية التفكير التصميمي. وخدنا أول طريق لو تفتكروا في المحاضرة السادسة، كان بيتكلم على إن احنا ازاي بنبتدي بالإمباثي وازاي أو التعاطف والتعايش، وده من خلال الأوبزرفيشن والإنترفيوينج، عملية الملاحظة وعملية مقابلة العملاء. وكملنا في المحاضرة السابعة بتكملة موضوع الامباثي، بان احنا خدنا بالتفصيل الامباثي ماب او خريطة التعاطف والتعايش، وازاي انا بقدر ارسم واكتب على البورد او حتى ان انا استخدم تولز اونلاين ان انا اقدر اعمل الامباثي ماب او خريطة التعاطف والتعايش للفريق بتاعي، بحيث ان احنا كلنا نبقى عارفين كل ما يخص الامباثي ماب. وبعدها دخلنا، طالما احنا بقى بنتكلم عن الهيرو بتاعنا او الفارس بتاعنا في عملية التفكير التصميمي هو الكاستمر، فاتكلمنا على الكاستمر بيرسونا او ايه هي شخصية العميل وازاي انا بقدر اتعرف عليها، وكمان ايه التولز اللي بتساعدني على ان انا ارسم واحدد، وايه الاسئلة اللي بتساعدني ان انا اعرف الباك جراوند او خلفية العميل بتاعي، واحط له كل الخواص اللي بتخليه لي مجسد تماما قدامي وقدام الفريق بتاعي وكمان قدام الستيك هولدرز اللي معايا في الفريق او في البروجكت او في الشركة، انهم يكونوا متعرفين تماما على الكاستمر اللي بتخدمه الخدمة بتاعتنا او الشركة بتاعتنا. كمان دخلنا على التايبس اوف بيرسونا، وخدنا ان يعني في حاجة اسمها باير بيرسونا، وفي حاجة اسمها يوزر بيرسونا، وفي حاجة اسمها طبعا كاستمر بيرسونا، وفي كمان الويب او اليوزر بتاع الويب بيرسونا، وده خدناه في المحاضرة اللي فاتت اللي هي كانت المحاضرة السابعة. بعد كده دخلنا ليه احنا اصلا في الشركة بنحتاج ان احنا نحدد البيرسونا اللي احنا بنشتغل عليها، والطرق المختلفة اللي بنحط فيها الشكل بتاع البيرسونا ده، ممكن نستخدم تولز اونلاين، ممكن نستخدم بعض الحاجات اللي نقدر ان احنا نستخدمها بسهولة جدا ان احنا نحدد البرسونة بتاعتنا. ايه التيبس والملاحظات اللي نقدر ناخد بالنا منها اثناء ما احنا بنكريت وبنعمل الكاستمر بيرسوناز بتاعتنا؟ في المحاضرة السابقة يعني ركزنا جدا على ان احنا نخلص تماما الجزء بتاع الامباثي او التعاطف والتعايش، وخلصنا كمان البرسونا والبرسوناز وازاي نحددها وازاي نرسمها وكل ما يخص البرسونا، وده في صورة يعني كانت نموذج كده بسيط جدا باستخدام المابينج. المابينج اللي هي طرق الخرائط بتبقى سهلة جدا ان اي حد يقراها بسهولة، وبتساعده ان هو يفهم احنا عموما بنتكلم على ايه، وبنحددها بطريقة بتكون بسيطة وكلمات محددة بس بنفهم منها حاجات كتير، بتحدد الكاركترز او الخصائص بتاعة الكاستمر بيرسونا اللي قايم عليها البيزنس كله او المشكلة او البروبلم اللي احنا بنحاول نحلها. ده كان شغلنا كله خلال المحاضرة اللي فاتت، هنشوف النهاردة هناخد ايه مع بعض في المحاضرة السابقة.
بتستنى من مقرر التفكير التصميمي. في محاضرتنا اليوم ان شاء الله هناخد حاجة لطيفة جدا، وبرضو بازلنا بنشتغل على الكاستمر بتاعنا او العميل بتاعنا، فهناخد ايه هي الكاستمر جورني. الكاستمر جورني يعني رحلة العميل بتاعنا من اول ما بيتعرف على المنتج بتاعنا لغاية ما بيبقى خلاص هو بنعتبره يعني عنده ولاء او لويالتي للبراند بتاعتنا وللمنتج بتاعنا. فالرحلة دي كلها اللي احنا بنقضيها مع العميل من اول ما بس يبدأ يعرف ان في حاجة اسمها البراند بتاعنا لغاية ما يبدأ هو بقى اللي بيتكلم وبيشجع الناس ان هي تشتري البراند بتاعنا. هنعرف برضو ان رحلة العميل دي عبارة عن stages او مراحل، وايه هي المراحل اللي بتمثل عملية او رحلة العميل بتاعنا في استخدامه للمنتج او الخدمة بتاعتنا. هنعرف ايه هي بقى الكاستمر جورني ماب، هنرسم بقى بتاني ماب او خريطة لرحلة العميل بتاعنا اثناء استخدامه للمنتج او الخدمة، عشان برضو نرسمها بطريقة بتكون بشكل سكتش كده او بتكون بطريقة بسيطة كل فريق العمل يقدر يفهمها بسهولة. هناخد كمان ايه الايتمز او الحاجات اللي احنا بنكون مهتمين بيها في الكاستمر جورني ماب، ايه الحاجات اللي انا عايز اوصلها للعميل في كل مرحلة من مراحل اللي هو بيقضيها في رحلته معايا. فببدأ يبقى في استراتيجيات معينة لمرحلة الوعي، في استراتيجيات معينة لمرحلة الولاء او الريالتي. فمن اول شوفه من اول بس قرار او ان هو بس بدأ يتعرف على المنتج بتاعي لغاية ما بوصل لمرحلة ولائه للمنتج بتاعي. فالمرحلة دي انا بدخل فيها في حاجات كتير جدا، بيبقى فيها مجموعة من الاستراتيجيات اللي انا بتعامل فيها مع العميل. كمان ايه هي الخطوات اللي بتخليني اعمل الماب بتاعتي بطريقة صحيحة، ايه انواع الكاستمر جورني ماب، في كذا نوع للكاستمر جورني ماب، واحسن براكتسز او ازاي ان انا اطبق طرق كويسة جدا لعمل الكاستمر جورني ماب. اثناء محاضرتنا اليوم هيكون كل تركيزنا ان شاء الله على الكاستمر والجورني بتاعته ورحلته معانا، وازاي ان احنا نوصلها في صورة ماب او خريطة بتكون سهلة في الفهم. زي ما انتم ملاحظين ان عملية التفكير التصميمي بيبقى اهتمامها كبير جدا بفهم عقلية الكاستمر. ليه؟ لان قدرتنا على فهم عقلية الكاستمر بتاعنا هي فعلا اكستريملي تشالنج، يعني هو تحدي كبير جدا جدا. حتى في بعض الاحيان لما احنا بنتخيل ان احنا وصلنا للمراحل اللي احنا فاهمين كويس جدا الكاستمر بتاعنا وعرفنا كل ما يخص الكاستمر، الباك جراوند بيفكر ازاي، احتياجاته ايه، كل الحاجات دي، لكن اثناء تعامل الكاستمر مع البراند او الخدمة بتاعتنا بيمر برحلة. الرحلة دي بتضم خطوات كثيرة جدا، من اول بس ما هو عارف عن البراند بتاعي او المنتج بتاعي لغاية ما بيقوم بعملية الشراء بتاع المنتج وبالفعل بيبدأ يستخدم المنتج ده. فتوقع اي حاجة، يعني كل اللي احنا متخيلينه وفاهمين ان احنا فاهمين كويس جدا عقلية الكاستمر وان احنا قدمنا له المنتج المناسب تماما ويتناسب تماما مع احتياجاته ومع كل حاجة، لكن احنا ممكن نتفاجئ بـ unpredictable، يعني حاجة غير متوقعة على الاقل في بعض مراحل ادراكه للمشكلة اللي عنده، وان هو يبدأ عايز يشتري المنتج او الخدمة بتاعتنا، وكمان وهو بيستخدم المنتج او الخدمة بتاعتنا. فشوفوا هو التارجت او المين بوينت بتاعتنا ان احنا طول الوقت عايزين نفهم الايه الكاستمر مايند سيت او عقلية المشتري او عقلية العميل بتاعنا. بس قصاد ده احنا ممكن نتفاجأ في بعض المراحل الخاصة برحلة العميل ببعض التغيرات اللي احنا ما كناش حاطينها فين في الحسبان. وعلى هذا احنا مهم جدا اثناء دراستنا لعملية التفكير التصميمي ان احنا كمان نفهم الجورني بتاع
بتاعت الكاستمر او رحلة الكاستمر في استخدامه للمنتج بتاعنا. فنشوف كده مع بعض رحلة الكاستمر بتاعنا بقى عامل ازاي. الاول نعرف يعني ايه كلمة كاستمر جيرني او رحلة العميل. هي مجموعة من تفاعلات العميل مع البراند بتاعي او مع المنتج بتاعي او مع البيزنس كله لما بيبقى عنده ادراك لان في مشكلة عنده، وبالتالي هو عايز ياخد اجراء الشراء. فايه هي بقى الكاستمر جيرني؟ هي سيريس من الانتر اكشنز الكاستمر بيعملها مع البراند او مع المنتج او مع السيرفيس او مع البيزنس بتاعي. as they become aware of the pain point and make a purchasing decision. يعني هنا بيبدأ ياخد قرار الشراء. ده مختلف شوية عن الباير جورني. ايه بقى اللي مختلف عن الباير جورني من الكاستمر جورني؟ هنشوف مع بعض. الباير جورني او رحلة المشتري او رحلة الشراء هي العملية اللي بتبتدي بعملية ان هو عايز يشتري الى النهاية بعملية الشراء. فالكاستمر جورني هي عبارة عن ان انت الباير بيرشيسينج اكسبيرينس، خبرة العميل بتاعك بان هو عايز يشتري المنتج ده، بس مع وجهة نظره عن الشركة بتاعتك او البراند بتاعك او الخدمة بتاعتك. يعني عملية الشراء فعلا بس مغلفة بما يعتقده العميل حوالين الشركة بتاعتك او الخدمة بتاعتك او المنتج بتاعك. بمعنى الصورة الذهنية الكاملة عند العميل فيما يخص البراند بتاعك او الشركة بتاعتنا او الخدمة اللي احنا بنقدمها. عشان كده دايما بنلاحظ ان اغلب البراندز اللي احنا بنتفرج على اعلاناتها هي بتحاول تخلق يعني ايه خلفية ذهنية داخل العميل بتاعها. فدايما لما تتذكر الوان معينة انت بتعرف ان دي البراند المعين، او يتذكر مثلا كلمة معينة في اعلان انت بتعرف ان هو ده الاعلان بتاع الماركة الفلانية. فزي ما انتوا شايفين الشكل اللي قدامكم ده بيبين لنا الكاستمر جورني ماب او دورة حياة المنتج العميل او دورة العميل او رحلة العميل، بس في صورة ماب. بنحطها في صورة ماب بقى ايه؟ في الخطوات اللي بيمشيها العميل. اولا من حيث الادراك او الوعي، وبعد كده بيبقى عنده concentration يعني ان هو عنده ادراك ان هو عايز يشتري، وبعدين بياخد decision او purchase ان هو بالفعل بينزل وبيشتري، وبعدين الريتنشن ان هو بنحتفظ بقى بالعميل، يعني بعد ما اشترى مرة ممكن يروح ويشتري مرة تانية، ممكن يروح ويشتري مرة تالتة. واخر خطوة عندنا اللي احنا كلنا بيبقى نفسنا ان احنا نوصل لها، اللي هي اللويالتي او الانتماء العميل للبراند بتاعي او للشركة بتاعتي او للخدمة بتاعتي. فينا بقى ان احنا نفرق بين الباير جورني والكاستمر جورني. هنلاقي ان الباير جورني او رحلة المشتري هي كل ما يشمل عملية الشراء، من اول ما قبل عملية الشراء لغاية ما بعد عملية الشراء. فهي بتغطي كل المراحل من اول ما الشخص بيعرف ان عنده مشكلة ما وعايز يحل هذه المشكلة لغاية ما بالفعل بيبقى مستخدم للمنتج او الخدمة بتاعتي. يعني بيقرر يشتري، وبعد ما بيقرر يشتري يستخدم المنتج او الخدمة بتاعتي. كل ده هو الباير جورني او رحلة المشتري. ما فيش حد فينا يا جماعة بيصحى من النوم وبيقرر ان هو يشتري حاجة. هو لازم من البداية بيكون عارف ان عنده احتياج للحاجة دي، وبعدين يبدأ يدرك ان في اكتر من حاجة، يقرر مثلا ما بين ماركة وماركة واختيار واختيار، وفي الاخر بيقرر ان هو يشتري حاجة معينة او منتج معين او خدمة معينة. كل ده يمثل الباير جورني او رحلة المشتري. امال بقى الكاستمر جورني؟ الكاستمر جورني هي وجود البراند داخل الباير جورني. يعني الكاستمر تاتش بوينتس او الاوقات اللي انا بلمس فيها
الكاستمر، مش بلمس بمعنى ان انا بلمسه فعليا، ولكن بيبقى فيه رسائل انا برسلها للمستهلك بتاعي طول الوقت علشان البراند بتاعتي تفضل موجودة في دماغه. فهو اول ما بيدرك انه عنده احتياج لشراء حاجة معينة او عنده احتياج لوجود بين معين فيه، فهو ببدأ في الحالة دي يشوف البراند بتاعتي. طب هو شاف البراند بتاعتي ازاي؟ شافها بقى عن طريق الويب سايت، شافها عن طريق ظهرت له اعلانات، شافها عن طريق واحد صاحبه حكاله عنها، شافها عن طريق كل الحاجات دي انا ليا دور فيها. كل الحاجات دي هي الرسائل اللي بتحدد وضع البراند بتاعتي داخل عقلية المشتري. يبقى الباير جورني هي عملية الشراء من أول إدراك إنه هو عنده مشكلة لغاية ما يشتري ويبدأ يستخدم المنتج. أما الكاستومر جورني فهو شخصية العميل معايا، أنا بحط البراند بتاعتي في كل خطوة من الخطوات، بحط له البراند في إعلانات، بحطها له في الويب سايت، بحطها له في وسائل التواصل الاجتماعي، بحطها له في التلفزيون، بحطها له في إعلانات الشارع، بحطها له في واحد صاحبه استخدم المنتج ونصحه ان هو يستخدم المنتج. كل ده ايه؟ دور البراند بتاعي. فبالتالي لما بنعمل الماب او الخريطة بتاعه الكاستمر جورني مع البراند بتاعتي، انا ببدا اشوف انا هبدا ابعت رسائل للكاستمر في كل مرحله من المراحل ازاي. يعني هو لسه في مرحله الوعي، ابعت له رساله عامله ازاي، ولا هو في مرحله الشراء، ابعت له رساله عامله ازاي، ولا هو في مرحله الاستخدام، ابعت له رساله عامله ازاي. مش بسيب الكاستمر كده مع نفسه، لا، انا طول الوقت ببعت له رسائل، والرسائل دي هي اللي بتبدا ان هي ايه تتحكم في رحله المشتري او في رحله الكاستمر مع البراند بتاعي. يعني ممكن نقول ايه؟ ان الكاستمر جورني هي بتساوي الباير جورني بلس الانجيجمنت مع البراند. يعني مش مجرد عملية شراء مبهمة. يعني هقول لكم على حاجة يا جماعة، انا مثلا عايزة اعمل مثلا مكرونة، فانا محتاجة صلصة، فانا لا فارق معايا شركة كذا من شركة كذا من شركة كذا، انا عارفة دلوقتي ان انا عندي احتياج ان انا اشتري الصلصة. بنزل السوبر ماركت وببدأ اشوف فيه ماركت كذا وماركت كذا وماركت كذا وماركت كذا. لو انا عندي تاتش بوينت في دماغي ماركة معينة، الماركة دي مثلا واحدة صاحبتي قالت لي ان هي ماركة كويسة، او الماركة عاملة اوفر، وانا بالنسبة لي موضوع الفلوس مهم جدا ان انا اختار منتج اقتصادي مثلا، او الماركة كاتبة عليه ان هو صحي وانا بهتم بالامور الصحية. خدت بالكم فين بقى وجهة نظر او مكان او البليسمنت بتاع البراند في ذهني هو اللي خلاني اشتري المنتج الفلاني، اصبحت كاستمر جورني. اما في حالة مثلا ان انا طلبت من ابني ان هو يشتري علبة صلصة وهو مش عارف اصلا لا الانواع ولا مهتم ولا يعرف اي حاجة، نزل بص فين رف الصلصة، ادي رف الصلصة، اختار اول علبة قابلته وراح ودفع الفلوس واشترى العلبة، فبقى اصبحت كده ايه؟ باير جورني. انما الكاستومر جورني بيكون فيها دور للبراند، ودور البراند ده متحدد في ايه؟ في الكاستومر تاتش بوينتس. يعني ايه الكاستومر تاتش بوينتس؟ يعني الرسائل اللي انا برسلها للعميل وبتتقابل مع احتياجات العميل دي في كل مرحلة من مراحل الشراء. تمام، انا مش بسيبه كده مع نفسه هو بيقرر وخلاص، لا، ده بيكون في خلفيه للبراند بتاعي في ذهن العميل. بعد ما فهمنا بقى ايه هي الكاستمر جورني ماب، هنبدا نشوف ان الكاستمر جورني دي ليها مراحل، او رحله العميل بتاعنا ليها مراحل. ففي 5 مراحل للعميل بتاعنا والتفاعله مع البراند بتاعنا اثناء قيامه بعمليه الشراء. ففي اول مرحله اللي احنا سميناها الاويرنس اللي هي الوعي، تاني حاجه الكونسيدريشن او الادراك، وتالت حاجه الديسيشن ان هو ياخد القرار، ورابع حاجه الريتنشن او احتفاظه بالمنتج بتاعي، او ان هو يعيد تاني شراء هذا المنتج او يعيد تاني عملية الشراء،
واخر حاجه اللي زي ما قلت لكم احنا بنتمنى كلنا ان احنا نوصلها اللي هي اللويالتي، يكون عنده ولاء للبراند بتاعي. ناخد كده كل مرحله من المراحل بالتفصيل، وازاي نبدا يعني يبقى فيه انتر اكشن او انجيجمنت مع العميل بتاعنا في كل مرحله من المراحل. اول مرحله هي مرحله الوعي اللي هي الاويرنس ستيج. في الاويرنس ستيج الكاستمر بيبقى خلاص ادرك ان في مشكله وفي عنده بين او الم وهو محتاج يحل هذا الالم. ففي المرحله دي الكاستمر بتاعنا ممكن مش مدرك ان هو عايز يشتري منتج او خدمه خالص، بس هو عنده مشكله عنده بين، فهيبدا يعمل بعض الريسيرش عشان يشوف اتغلب على المشكله اللي عندي ازاي او اقضي على البين اللي عندي ازاي. ممكن يكون لسه مش عنده ادراك ان هو يشتري منتج او يشتري خدمه، بس هو عنده ادراك بايه؟ بالمشكله او البين اللي عنده. اثناء المرحله دي نجاح البراند بتاعي ان هي تبعت له محتوى تعليمي educational content. ليه؟ علشان تساعد العميل ان هو يشخص المشكلة او البين اللي عنده، وتبدأ توفر يعني potential solutions ليه. يعني لو انا مشكلتي ان انا ما عنديش غدا النهاردة، فانا ببدأ افكر ان انا يا جماعة انا ما عنديش غدا، انا عايز ما افكر في حاجة تعمل لي غدا. في الحالة دي هو ممكن يبدأ لي بوصفات مثلا للأكل الصحي أو بوصفات للمكرونة لو المنتج مثلا صلصة. فهو كده بدأ يوجه تفكيري إن أنا ممكن أعالج المشكلة دي بإن أنا مثلا أعمل مكرونة. هنا الهدف بتاعنا إيه؟ بتساعد الكاستمر بتاعك إن هو يبدأ يتغلب على البين اللي عنده، لكن هنا مش بتشجعه إن هو يشتري خالص. انت بتبعت له educational content او محتوى تعليمي يساعده ان هو يوصل يعالج المشكلة دي ازاي. يبقى انا هعالج المشكلة دي ان انا هقوم اعمل مكرونة او اعمل اكل، ان انا هعالج المشكلة دي ان انا هاكل اكل صحي، ان انا هعالج المشكلة اللي عندي. شايفين الموضوع لحد ما عام اكتر، انت لسه ما اقترحتش عليه ان هو يشتري منتج معين او خدمة معينة. أثناء مرحلة الأويرنس المحتوى التعليمي بتاعك ممكن يكون في صورة إيه؟ ممكن في حاجات how to articles أو guides، يعني مثلا إزاي تتغلب على مشكلة الأرق، إزاي تتغلب على مشكلة الجوع، إزاي تتغلب على مشكلة العطش أثناء التمرين. خدت بالكم؟ إحنا بنبدأ نديله محتوى تعليمي عام يبدأ يوصله لحلول للمشكلة، مش شرط إن هو يكون المنتج أو الخدمة بتاعتي خالص لسه. ممكن general white papers، يعني white papers مثلا بتتكلم عن مشاكل السمنة، بتتكلم عن مشاكل الدايابيتس والسكر، بتتكلم عن مشاكل مثلا التوصيل الأطفال للمدارس. anyway يعني حاجات بتبقى إلى حد ما إيه عامة، زي الجنرال اي بوك اللي هي الالكترونيك بوك. اي بوك يعني الكترونيك بوكس، دي ممكن تكون برضو حاجات عامه وجنرال، او ممكن نقترح عليه بعض الفري كورسز او مثلا البرامج التدريبيه اللي بتبقى مجانيه عشان تحلله او تساعده ان هو يوصل لحلول للمشكله اللي بتاعته. طيب اوصل للعميل ازاي؟ اوصل له التاتش بوينتس بقى بتاعتي مع العميل بتكون ايه؟ ممكن تكون مدونة بتاعتي، يعني ممكن أعمل مدونة يكون فيها محتوى تعليمي بس. ممكن تكون عن طريق كل السوشيال ميديا اللي العميل بتاعتي بيتابعها. ممكن عن طريق السيرش انجن، يعني أول واحد فينا لما يكون عنده مشكلة بيعمل إيه يا جماعة؟ يدخل على جوجل يبدأ يسأل إزاي أتغلب على مشكلة الأرق مثلا، أو إن أنا مش بنام بالليل. فأنت تكتب مقالات، المقالات دي تبقى أول ويب سايت هو هيدخله هيكون الويب سايت إيه؟ بتاعك. فانت كده ايه؟ بتوجهه لحلول لحل المشكلة اللي عنده، يبقى بتزود الوعي بتاعه عن المشكلة وكمان بنوجهه لحلول لحل هذه المشكلة. بعد مرحلة الawareness بتيجي مرحلة الconsideration او الادراك. في مرحلة الconsideration
العميل ساعتها بيكون قام بإجراء العديد من عمليات الريسيرش أو البحث. بعد إجراءه لعمليات البحث ده، سواء بقى يا جماعة البحث ده بيكون وسط زملائه أو عن طريق استخدام آليات البحث الحديثة زي مثلا استخدام جوجل سيرش أو استخدام برضو آليات البحث المختلفة، ممكن عن طريق الأونلاين أو عن طريق برضو الأوفلاين، عن طريق الأصدقاء، عن طريق الأهل، عن طريق الزملاء، عن طريق حتى إن هو يروح للمكان نفسه ويسأل. المهم إن دلوقتي العميل بتاعي عمل مجموعة كاملة من البحث علشان يدرك إن هو احتياجه بقى ده وصل لإيه، وصل لمنتج أو خدمة معينة. يعني هو محتاج، أصبح في احتياج لوجود منتج أو خدمة معينة. في المرحلة دي أو في النقطة دي بيبدأ العميل يبدأ إيه؟ مرحلة الكومباريزن أو مرحلة المقارنة. يبدأ العميل بتاعنا في مرحلة الإيه؟ الكومباريزن أو المقارنة. يبدأ يقارن بين مختلف أنواع البراند، ممكن يقارن بين مختلف أنواع العروض اللي بتتعرض عليه، ممكن يقارن بين مختلف أنواع الشركات. anyway هو ابتدى في مرحلة المقارنة، ممكن يقارن البرايس، ممكن يقارن الكواليتي، ممكن يقارن الساعة التخزينية لو أنا بشتري مثلا لابتوب أو حاجة. فكل عميل فينا بيبقى أوجه المقارنة اللي بيقارن فيها بتكون مختلفة according لاحتياجاته واهتماماته. طيب أثناء المرحلة دي من الكاستمر جورني أو رحلة العميل، إيه اللي البراند بتعمله أو الشركات بتعمله؟ بتبدأ توصل Product Marketing Content. أنت في المرحلة دي محتاج تعمل محتوى بيوصل التسويق بتاع المنتج بتاعك علشان تساعد العميل في عملية المقارنة، سواء هو بيقارن زي ما قلنا عروض مختلفة أو شركات مختلفة أو براندز مختلفة. المهم إن هو في الآخر هيختار المنتج أو الخدمة بتاعتك. فالهدف بتاعي هنا إيه؟ الهدف من الماركتينج كونتنت بتاعي إن أنا أساعد العميل إن هو يلاقيني من الكراودد سوليوشن ماركت بليس. أنا دلوقتي عندي ماركت بليس مليان سوليوشنز كتيرة، فيهم أنا وفيهم الكومبيتيتورز بتوعي. طب هو إمتى يختار تماما المنتج بتاعي ويبدأ يتوجه لإتمام عملية الشراء وياخد بالفعل قرار الشراء؟ يبقى في المرحلة دي الهدف بتاعي إن أنا أساعد الكاستمر إن هو يلاقيني من الكراودد سوليوشن ماركت بليس، وكمان يبدأ يتحرك في إجراءات أو في قرار الشراء. أثناء مرحلة الإدراك بيكون الدور بتاعي إن البرودكت ماركتينج كونتنت بتاعي يحتوي على إيه؟ البرودكت ماركت كونتنت بتاعي يكون بيحتوي على برودكت ليست اللي هي قوائم المنتجات، ممكن برودكت كومباريزون جايد أو تشارت اللي بيفرقني عن الكومبيتيتور، ممكن أنزل مثلا حاجات تشارت تبين نسبة مبيعاتي خلال الفترة اللي فاتت، تبين مثلا إن أنا بستحوذ على جزء كبير من الماركت، تبين إن ليا جمهور. كمان البرودكت فوكست وايت بيبر، الوايت بيبر يا جماعة هي البيبرز اللي بتكون آراء العملاء بحيادية. يعني مثلا زي ما موجود دلوقتي نلاقي انفلونسر مثلا ينزل ويجرب محلين ثلاثة ويبدأ يقول والله طعم المحل ده أفضل، لا هنا السعر أفضل، لا هنا كذا. المهم ان الحاجات دي بتفرق جدا في مرحلة الكونسنتريشن للعميل، لان هو بيشوف قرارات حيادية من كاستمرز تانيين او من انفلونسرز، مش شرط يكونوا كاستمرز على فكرة، يعني ممكن يكونوا انفلونسرز بس بيدوا ارائهم. فالاراء دي بتفرق سواء في الجودة، في البرايس، في الكواليتي، في حتى التوصيل، الباكجينج، كل الحاجات دي فعلا بتفرق. الكاستمر سكسيس ستوريز او كيس ستاديز ممكن تعرضها انت كمان، يعني انا كشركة ممكن اعرض كاستمر سكسيس ستوري او اعرض كيس ستادي، لان في المرحلة دي بيبقى في مرحلة جزء كبير من العملاء بيكونوا في مرحلة الكونسنتريشن، فانت بتساعدهم انهم ياخدوا قرار الشراء. طيب بوصل الكونتنت بتاعي او المحتوى بتاعي للعميل بتاعي ازاي؟ احنا اتفقنا ان احنا بنوصله عن طريق التاتش بوينتس او التشانلز
اللي احنا بنوصل بيها للعميل، اللي هي قنوات التواصل او القنوات اللي بيكون فيها او النقاط اللي بيكون فيها تواصل مع العميل. ممكن لو انا عامل بلوج يعني مدونه، ممكن الويب سايت بتاعي اعرض عليه كيس ستادي مثلا، او اعرض عليه كاستمر سكسس ستوري، طبعا اسعار المنتجات، قوائمها، الميزه التنافسيه اللي بتقدمها، كل الحاجات دي بنعرضها. السيرش انجنز، السيرش انجنز في حاجه اسمها اس اي او اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن، ان انا بخلي قنوات البحث او ان هي بيبقى فيه كيبوردز كده او بنسميها نقاط مفتاحيه او كلمات مفتاحيه، والكلمات المفتاحيه دي بحيث ان كل اللي بيدور مثلا على خدمه معينه زي خدمه التوصيل، خدمه الحلاقه مثلا، حلاقه الشعر، او خدمه تهذيب الشعر مثلا، ممكن على طول بمجرد استخدامه لكلمه حلاقه الشعر اظهر انا اول واحد في الايه في البحث بتاعه، فبالتالي يقدر يشوف في الموقع الإلكتروني بتاعي. طبعا كل وسائل السوشيال ميديا برضو ممكن نستخدمها. كمان حاجة مهمة جدا زودناها النهاردة عن الجزء بتاع الأورنس أو الوعي، اللي هي الكونفرنسز. بص يا سيدي، عندك المؤتمرات مثلا، عندك مثلا الصامتس، عندك الهاكاثون مثلا، أي حاجة هتكون فيها تواصل دايركت مع العميل وتقدر تعرض المنتج بتاعك ويجربه. يعني مثلا لو بعرض منتجات لمستحضرات التجميل، كل المؤتمرات بتاعه الصحه ممكن انزل فيها، او المؤتمرات اللي بتتكلم على الهيلث، فبالتالي دول الفئه المستهدفه بتاعتي هيبداوا يشوفوا الحاجات دي، يبداوا يجربوها، حتى ممكن انزل بفري سامبلز بحيث انهم يجربوا اجزاء صغيره منها، يتعرفوا عليا، يكون معايا بروشورز بوزعها. كل الحاجات دي بتفرق جدا في الكونسيدريشن بتاع العميل، لان هو هنا في مرحله الادراك. وجودك دائما جنب العميل كل ما بيكون هو شايفك اكتر، عارف البراند بتاعتك، على الاقل هو عارف ايه نقاط التميز اللي موجوده من الحاجات اللي انت دايما بتعرضها. بعد ما بيكون العميل بتاعنا خلص مرحله الادراك، يدخل بعدها على مرحلة الديسيشن ستيج أو مرحلة اتخاذ القرار. في مرحلة اتخاذ القرار خلاص العميل عندي بيكون اختار حل ما، هيبدأ ان هو يتجه لإجراءات الشراء بتاعته، وهيبدأ ياخد الخطوات الفعلية عشان يبدأ يشتري المنتج أو الخدمة دي. فأثناء المرحلة دي البراندز كلها أو الشركات بتحاول توصل له طريقة شراء سهلة وبسيطة وسلسة، حتى بنسميها seamless purchase process، علشان تساعده ان هو يشتري المنتج ببساطة بسهولة من غير اي اجراءات معقدة. اكتر مثال بيبقى واضح جدا جدا في الحكاية دي، دايما دلوقتي بعد ما انتشرت الاي كوميرس بلاتفورم، دلوقتي بقوا بيوفروا اكتر من طريقة للبيمنت او لطرق الدفع. يعني ممكن تدفع باي بال، ممكن تدفع بانستا باي، ممكن تدفع لو عايز تدفع عن طريق دفع مباشر عن طريق البنك ممكن، عايز تدفع عن طريق الفيزا ممكن، عايز تدفع كاش لما يجي لك المندوب لغايه باب البيت ممكن، عايز تدفع. شايفين قد ايه تنوع اجراءات الدفع؟ ليه بيعملوا ده؟ بيعملوا ده علشان يبقى متاح عندهم اجراءات مختلفه، ويخلوا البروسيس بتاعت الشراء عند العميل بسيطه وسهله. في المرحله دي انا يا جماعه ما ببقاش محتاج اي educational او product content في المرحله دي نهائي، انا مش محتاجه اعلمه تاني. فهنا بيجي مرحله دور السيلز مان الشاطر. السيلز مان الشاطر لو انا مثلا في معرض، انا بحط ايه في المعرض؟ بحط سيلز مان شطار. ليه؟ لان هو بيساعد العميل ان هو يدخل بقى في مرحله الشراء ومرحله الدفع. كذلك باستخدام البلاتفورمز او الحاجات الاونلاين انا بعمل ده برضه، لان انا هنا مش محتاج وقت ان انا اقضيه ان هو لسه يتعلم عن المنتج، او ان هو لسه بس طب هعرفك ده في منتج مختلف مش عارفه ايه. لا، احنا هنا بنبدا ندفع العميل دفعا ان هو فعلا يشتري المنتج ده. فهنا بيبقى دور السيلز مان واجراءات الشراء كل ما بتكون بسيطه وسهله، كل ما بتكون فعاله جدا وبتكون very effective مع العميل. اثناء
اثناء مرحله الديسيجن ستيج هتلاقي ان كل الكونتنت اللي انت بتنشره او بتحاول توصله للناس غالبا بيبقى كونتنت يشجع على السيل زي ما اتفقنا، او يساعد على عمليه الايه البرشيسنج، يعني يساعد الشخص ان هو يقوم بالفعل بعمليه الشراء ويشتري بالفعل المنتج بتاعه. طب نشوف كده الكونتنت اللي احنا ممكن نحطه. ممكن نحط فري ديمو، يعني ممكن استخدام كده بسيط للويب سايت مثلا، او استخدام للموبايل ابلكيشن، او زي مثلا ما اوبر عملت يا جماعه، فاكرين لما عملت الفري رايد؟ في حاجات كتير قوي ممكن نعملها في الفري ديمو. ممكن فري كونسلتيشن، ممكن اوفر مثلا كونسلتنت يجي، يعني مثلا محلات سوري المعارض الكبيره اللي بتبيع تكييفات بتوفر عماله بتروح عندك البيت ويشوفوا المساحه اللي انت عايز تركب فيها الاير كونديشنرز. ليه بيعملوا ده؟ علشان يقدر يقول لك ان المساحه دي متوفر معاها تكييفات كذا وكذا وكذا بالساعه الفلانيه، فانت الافضل ان انت تاخد التكييف بالشكل الفلاني. ممكن برودكت ساين اب بيج، ممكن تحط له ساين اب بيج، وكل الناس اللي بتشتغل في السوفت وير عارفه ده كويس، ان هو بيبدا يعمل ساين اب ويبدا يدخل ان هو يختار زي مثلا الباسكت اللي احنا بناخد فيها الحاجات على الاي كوميرس بلاتفورم، ناخد من المنتج ده والمنتج ده والمنتج دوت ونبدا نشوف اشكاله، والمنتج بنتفرج عليه الشكل الامامي والشكل الخلفي والشكل من الجنب، ونتفرج على الالوان المختلفه والمقاسات المختلفه والاحجام المختلفه وهكذا. ممكن برايسنج بيجز، يعني مثلا لو الحاجه مختلفه بالنسبه للبرايس، يعني مثلا هقول لكم مثال، احيانا لما نيجي نشتري حاجه يقول لك ايه بس لو خدت قطعتين هتاخد الثالثه هديه، او المنتج ده موجود في اوفر مع 2 3 4 وقيمته مثلا 600 بدل 100، لان انت هتختار 5 برودكتس مثلا او 6 برودكتس. البرودكت بروموشن، يعني ايه برودكت بروموشن؟ ان هو يبدا يقول لك ايه ساين اب ناو وانت هتوفر 30%. طبعا ده وقتها كل الحاجات اللي فيها بروموشنز ده بيعتبر الوقت المناسب جدا جدا ليها. او يقول لك ان احنا within 24 hours احنا عاملين دروب اوت للبرايس، دروبنج للبرايس، بدل 200 دولار بقى 100 دولار. ده بيحصل. او لنهايه شهر اغسطس مثلا عاملين ريدكشن للايه للبرايس. بيحصل ده، كل ده بيعمل ايه؟ بيشجع اتمام عمليه الشراء. لو انت حاجة اونلاين تقدر توصل للكاستمر تاتش بوينت، زي ما قلنا ايه قنوات التواصل بتاعتي مع الكاستمر او نقاط التواصل مع الكاستمر. ممكن توصل للويب سايت، ممكن توصل للسيرش انجنز زي ما قلنا الاس اي او او السيرش انجن اوبتمايزيشن، وطبعا الايميلز لو عندك اوفر تقدر توصله عن طريق الايميل. وبنعرف الناس دي ازاي يا جماعة؟ بيبقى في تراكنج سيستم على الويب سايت. التراكنج سيستم ده بيبدأ يقول لك مثلا الناس دي دخلوا على البرودكت ساين اب بيج، يعني خلاص عندهم نيه الايه الشراء، فنبدا نبعت لهم ايميل مثلا ببروبوزل، او ايميل بديسكاونت، او ايميل باوفر وهكذا. لو انت طبعا بتشتغل اوف لاين فبيبقى عندك الدايركت سيلينج اكزبيشنز اللي هي معارض البيع المباشر، زي ما قلت لحضراتكم مثلا لو انت داخل تشتري جهاز كهربائي بيبقى فيه معارض للبيع المباشر، بيبقى واقف مندوب بيبدا ايه يشرح لك ايه الميزات اللي انت بتحصل عليها من شراء المنتج ده، وبيساعدك في اتمام عمليه الايه الشراء. فهي طبعا بتختلف ان انت اونلاين ولا اوف لاين المنتجات بتاعتك او الخدمات بتاعتك، بس المهم ان انت تبقى موصل المسج بتاعتك صح للعميل الصح في الوقت المناسب عشان تساعده في اتمام عمليه الشراء. بعدها العميل في مرحله الريتنشن ستيج، او المرحله دي بيكون خلاص العميل بتاعنا اتم عمليه الشراء تماما وبدا يدخل في مرحله كده بنسميها ان هي مرحلة الاحتفاظ أو بقائه مع الشركة اللي هو اشتراها منها. يعني ما ابتداش يروح لشركة أخرى بتقدم نفس الخدمة أو نفس الحل للمشكلة اللي هو بيعاني منها. فأثناء المرحلة دي البراند بقى بتبقى عندها دور رائع. إيه هو بقى الدور بتاع البراند؟ إن هي بتديله excellent onboarding experience. عارفين كده لما احنا بنسميها ليه اونبوردنج؟ لما انت خلاص اشتريت تذكره الطيران وابتديت تروح علشان تسافر من مطار لمطار تاني، فلما بتلاقي شركه الطيران منتظراك في المطار
بتعمل لك مثلا فوردنج للشنط بتاعتك، بتسهل لك اجراءات الطيران، كل ده بيفرق كتير جدا جدا في الايه نظره العميل للشركه اللي اشتري منها تذاكر الطيران. فبالتالي دورك بقى في المرحله دي ان انت تدي للعميل بتاعك اكسلنت اون بوردنج اكسبيرينس، يعني زي ما بنسميها كده خبره او مرحله اقلاع ممتازه. يعني انا بقدم لك كل الخدمات اللي احنا بنسميها اون جوينج كاستمر سيرفيس، يعني انا مش مجرد ان انت دفعت الفلوس انا كده كل علاقتي بيك انتهت، لكن لا، انا طول الوقت بقدم لك سيرفيس في صور مختلفه، فبالتالي انا على طول اون جوينج كاستمر سيرفيس. ناخد على ده بقى يعني امثله كتير جدا للشركات، بتبدا مثلا بعد ما توصل لك المنتج تعمل فولو اب، تعمل قياس معاك، هل المنتج عجبك ولا ما عجبكش، هل في مشكله من المندوب، هل المندوب كان محترم، كان لابس الزي بتاع الشركه، قدم نفسه لحضرتك بطريقه كويسه. ده شركات كتير جدا يا جماعه بتعمل ده، منها برضو شركات الاتصالات كل فتره من الفترات بيختاروا مجموعه من الكاستمرز ويسالوهم سؤال واحد، عجبتك الخدمه بتاعتنا ولا لا، هل عندك مشاكل في الخدمه ولا لا. مجرد سؤال واحد بس انت بتاخد فيدباك من العميل عشان تفضل طول الوقت في انجوين كاستمر سيرفيس متميزة، يعني طول الوقت خليك متميز. خط ممكن تكون يا جماعة تبان بسيطة بس هي قد ايه بتفرق في اختيار العميل. ده بيخلينا تو انشور ان الكاستمر دونت ايه شان، يعني الكاستمر بتاعي ما ينكمش، ما يروحش المنتج تاني، يعني بنسميها كده ما يبعدش عن البراند بتاعتي، لا البراند بتاعتي تفضل على طول في دماغه وتمثل اكسبيرينس او تمثل يعني تمثل ايه ممكن نسميها ميموري حلوه في دماغ العميل بتاعي، انا على طول طول الوقت بفكره بنفسي. اثناء بقى فتره الريتنشن ستيج انت بتحتاج تعمل مجموعه من الاستراتيجيات اللي بتساعدك جدا لان انت طول الوقت زي ما قلنا تفضل امام العميل، تفضل في دماغ العميل، تفضل بتقدم للعميل ongoing customer service، يعني انا طول الوقت معاك. في الفتره دي بيكون عندك افضل شيء ان انت يكون عندك dedicated customer success manager، يعني يكون عندك مانجر مخلص جدا جدا في ان هو يستحوذ عن العميل ويحافظ على نجاح العلاقه مع العميل. كل ما يكون مخلص، كل ما يكون ديديكيتد جدا لان هو يكمل الجورني مع العميل ويبقى محتفظ بالعميل طول الوقت. making your customer service team easily accessible، خلي خدمه العملاء سهل الوصول اليها، يعني زي ما قلنا فاكرين لما قلنا مثال نجاح كريم في مصر لما جاء بعد وجود اوبر، رغم انها بتقدم نفس الخدمه كان له حاجه بسيطه جدا لوجود رقم لخدمه العملاء، فاصبحت خدمه العملاء للمصريين سهله. وفروا الاوبشن او الاوبريشن تماما باللغه العربيه، وفروا كاستمر سيرفيس يرد عليك باللغه العربيه، فاصبح سهل على كل الناس في مصر انهم يقدروا يوصلوا لخدمه العملاء بسهوله، يشتكوا بسهوله، يقولوا رغباتهم بسهوله. creating a knowledge base in case customers even run into a roadblock، يعني خلي دايما عندك قاعده من المعلومات ان في حاله ان العميل بتاعك وصل يعني زي ما بنسموها كده لحائط سد او طريق مسدود. وده بيحصل فين؟ يعني اكيد كلنا عارفين شركات الاتصالات مثلا مشهوره قوي كده، يعني ميم كده في مصر ان انت لو انت اتصلت بشركه الاتصالات تشتكي من سرعه الانترنت يقول لك افتح الراوتر واقفله تاني. لازم يكون خدمه العملاء عندها مجموعه الى حد ما من المعلومات اللي تقدر تساعد العميل، يعني انا جربت كذا وفشل، جربت كذا وفشل، جربت كذا وفشل. عندي مثال هنا بيحضرني الحقيقه لاحد الشركات المتميزه جدا، كانت شركه بتعمل الغسالات الفول اوتوماتيك، غسالات الملابس، الكلينج ماشين. كانوا دخلوا في مرحله انهم عملوا سمارت كليننج ماشين، يعني غسالات ملابس ذكيه. فحصل عطل ما في الغساله، فاحد العملاء اتصلت بخدمه العملاء وقالوا لهم، قالوا لها اشرح لنا العطل، قالت لهم مش فاهمه حاجه ومش عارفه اشرح العطل. قالوا لها حاجه بسيطه جدا، تخيلوا ايه الحاجه البسيطه؟
وجهي التليفون ناحية الغسالة واحنا هنعرف ايه العطل. تخيلوا، وجهت فعلا التليفون ناحية الغسالة، مجرد ضفت لهم زي باركود او حاجة، قالوا لها انتي مشغلة الغسالة على مود كذا والمفروض تغيري المود لكذا، واحنا صلحنا الغسالة ومتشكرين جدا. لو خدمة العملاء يا جماعة ما كانش عندها النولج بيز دي او قاعدة المعلومات او البيانات اللي تقدر تساعد بيها العميل، كان طبيعي هتقول له ايه كلمنا كمان شوية، طب ربع 24 ساعة ونكلمك وهكذا. فطبعا دي طريقة غير فعالة تماما في خدمة العميل. فالريتنشن ستيج استراتيجيز دي اوصلها بقى للعميل بتاعي ازاي؟ احنا اتفقنا خلال التاتش بوينتس او نقاط التواصل بتاعتنا مع العميل. عندك الويب سايت بتاعك تقدر تقول عندك خدمه جديده مميزه، ممكن تعمل لايف تشات مع العميل، ممكن تبعت له ايميل بكل التفاصيل والتحديثات اللي انت عملتها. طبعا السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتك برضو تقدر تستخدمها في ان انت توصل للعميل كل التحديثات، او لو عنده مشكله ازاي يوصل لك، او لو عنده احتياج معين او حاجه، احنا موجودين دايما في خدمتك. يعني دايما حتى كانت احدى شركات التوصيل كانت دايما عامله السلوجن بتاعها احنا موجودين دايما في ايه؟ في خدمتك. يعني طول الوقت هيبقى سهل ان انت توصل لنا، سهل ان انت يبقى في تواصل معانا، وسهل ان يبقى في ايه اجراءات نتخذها لحل المشاكل اللي انت بتعرض لها. ندخل هنا بقى للمرحله الخامسه اللي هي اللويالتي ستيج او مرحله الولاء. في اللويالتي ستيج مفيش بيزنس بيبقى الا وهو عايز يوصل لمرحله الولاء، وهنا بس مش مجرد ان العميل بتاعنا بيختار ان هو اشترى المنتج بتاعي، وكمان ان هو عنده ريتنشن او ان هو لسه موجود مع الشركة بتاعتي، لا كمان ده هم بيبتدوا مرحلة جديدة، ان هم بيبتدوا هم اللي يعلنوا او بيشجعوا الناس، يشجعوا اصدقائهم، يشجعوا اصدقائهم، اصحابهم، العيلة، الزمايل اللي موجودين معاهم في الشغل، ان هم يشتروا كمان المنتج بتاعه. يعني بيبدأوا ينصحوا الناس بالايه المنتج بتاعي. مرحلة الولاء احيانا كمان بنسميها advocacy stage او مرحلة المناصرة. يعني هو بس مش عنده ولاء ليا، ده كمان ممكن يناصر المنتج بتاعي امام مجموعة من المنتجات الاخرى، ويبدأ يشجع اصدقائه واصحابه انهم يبدأوا يشتروا المنتج بتاعي. اثناء المرحلة دي البراندز بقى بتفوكس على ايه؟ بتفوكس على ان تدي للعميل بتاعي فانتاستيك اند تو اند كاستمر اكسبيرينس. يعني بتخلي متعة العميل في وجود المنتج بتاعه عندي بنخليها زي ما بنقول كده، يعني حاجة واو. من اول محتويات الويب سايت والكونتنت اللي بيعلن عليه لغاية السيلز ريب بتوعي او اللي هم مندوبي المبيعات، السوشيال ميديا تيم بتاعي بيبقى عنده نفس اللغة، نفس الفاليو، لغاية البرودكت يوزر اكسبيرينس من مراحل الشراء لغاية مراحل ما بعد الشراء، كمان مراحل خدمة العملاء، كل ده، الضمان، التوصيل، الباكجينج، كل مراحل استخدام العميل بتاعي او الجيرني دي بتاعه العميل بتاعي في المراحل كلها بخليها اكسبيرينس مختلفه تماما، اكسبيرينس مميزه تفضل على طول ميموريبل في دماغ العميل او تفضل على طول في ذاكره العميل. ناخد بالنا من حاجه، ان مستحيل الكاستمر بتاعك هيبقى عنده ولاء مع البراند بتاعك otherwise ان هو يحس ان هو وصل للنجاح مع المنتج بتاعك. تخيلوا، يعني اشرك العميل بتاعك في قصة نجاح الشركة، فبالتالي انت جزء من قصة نجاحي، فبالتالي لما هو بيحس بده بيبدأ مش بس يستخدم المنتج بتاعك، لا ده كمان بيريكومند المنتج بتاعك او البراند بتاعك للاخرين. مرحلة صعب ان احنا نوصل لها، بس مش مستحيل ان احنا نوصل لها بالعمل الدؤوب واشراك فريق العمل في كل الايتمز وفي كل المراحل، وتكون لغه واحده كلنا بنتكلم بيها اللي هي لغه الاهتمام بالعميل، كل ما نقدر نوصل لمراحل اعلى من الساتسفاكشن، او ان العميل بتاعنا يحس ان هو جزء وقطعه هامه من نجاح البراند بتاعي. طيب
ايه الاستراتيجيز بقى اللي اعملها علشان اقدر اوصل لمرحلة الرياليتي ستيج؟ رقم واحد يا جماعة، ودي مهمة جدا، having an easy to navigate website، يعني يكون الموقع الالكتروني بتاعك سهل في التنقل، سهل في التصفح، ما يكونش منافي تماما لليوزر اكسبيرينس، يعني يكون سهل لاستخدام العميل. تاني حاجة، استثمر في البرودكت تيم بتاعك، فريق المنتج استثمر فيه كويس جدا جدا عشان تتأكد تماما ان المنتج بتاعك بيفوق توقعات العملاء. يبقى علشان توصل للمراحل دي انت عايز تفوق او تعدي او تزيد عن توقعات العميل اثناء استخدامه للمنتج بتاعك. كمان ايه، خلي المنتج بتاعك او البراند بتاعتك سهلة ان هي to be shared، يعني ان انا اقدر اشاركها مع اصحابي مع زمايلي. في بعض الشركات يا جماعه بتعمل حاجه لويالتي بروجرام، يعني برنامج للعملاء القدام او برنامج للعملاء المتميزين او اللي احنا بنسميهم كده الفي اي بي كاستمرز. وبرده في حاجه اسمها ريفيرال بروجرام، يعني انت لو عملت ريفيرال ل10 من اصحابك انت هتاخد نقاط كذا، واكوردنج للبوينتس دي هتاخد مميزات معينه. اعمل البروجرام اللي يكون مناسب للبيزنس بتاعك. لو نفتكر مثلا اوبر برده كانت عامله، لو انت عملت حد عمل ساين ان على الموبايل ابلكيشن من خلالك وحط الكود بتاعك كريفيرال، يبقى انت هتاخد مثلا مجموعه من الرحلات المجانيه. وفر مجموعه من الامتيازات للناس اللي بتستمر معاك، يعني ممكن تعمل لهم ديسكاونتس، ممكن تعمل لهم اوفرنج، ممكن تعمل لهم خدمات مجانيه، ممكن تعمل لهم كونسلتيشن، فري كونسلتيشن اتس واو يعني. فالرياليتي ستيج استراتيجيست لازم تبدا بقى ايه، بعد ما تحط الاستراتيجيست بتاعتك توصلها برضو للعميل. يعني احنا مش هنحط الاستراتيجيه واحنا بس اللي في الشغل اللي عارفينها، او احنا فريق العمل بس اللي عارفينها، لازم كمان توصل للكاستمر تاتش بوينت او نقاط التواصل بتاعه الايه العميل، زي مثلا الويب سايت بتاعك، زي الايميل بتاعك توصل لهم عن طريق الايميل، زي السوشيال ميديا، زي المنتج نفسه يكون متاح معلومات عليه عن طريق برنامج الريفيرال او برنامج الرياليتي او الخصومات اللي بتتوفر لمجموعه معينه او العروض او اي حاجه يحس ان هو متميز او في مجموعه من الامتيازات للناس اللي وصلوا للرياليتي ستيج. في بعض الحاجات انا ببقى محتاج اقيس الكاستمر بتوعي ريتش وصلوا للرياليتي ستيج ولا لا، اللي هي مرحلة الولاء أو مرحلة المناصرة للمنتج بتاعي. ففي المراحل اللي زي دي بننصح حد بيكون بالبيزنس إن هو يعمل نت بروموتر سكور سيرفي. أشهر الشركات اللي بتعمل النت بروموتر سكور سيرفي هي شركات الاتصالات الحقيقة. ده بيسألوا سؤال بسيط جدا، on a scale من 0 ل 10 how likely are you to recommend us to a friend، يعني من سكيل من 0 ل 10 ايه احتماليه ان انت تو ريكومند اس لاحد الاصدقاء بتوعك. طبعا الناس بتبدا جاست ده ممكن يعني تجيلنا على الواتساب، ممكن تجيلنا على مسج اس ام اس على الموبايل، ممكن اتصال تليفوني، ممكن حاجات بسيطه جدا وهو هيرد بس ان هو يكتب الرقم. الناس اللي بتكتب ارقام 5 و 6 بنعتبرهم محايدين ما بيتاخدوش في السيرفي خلاص. اللي بيكتب اكتر من 6 ده بنعتبر ان هو ممكن يريكومند المنتج بتاعك، واللي بيكتب اقل من 5 بنعتبره ان هو مش هيريكومند المنتج بتاعك، بالعكس ده احنا بنعتبره ان هو نوت كومبليتلي ساتيسفايد او مش معجب بالمنتج بتاعك. فبتبدا تحسب النسبه اللي تقدر من الكاستمر بيز بتاعتك اللي هم وصلوا لمرحله اللويالتي ستيج او مرحله الولاء او المناصره للمنتج بتاعك. الدياجرام ده جميل جدا لانه هو بيوضح حاجات كتير قوي من اللي احنا قلناها. تقدر خلال مرحله الاويرنس ان انت تعمل بروشورز، تقدر تعمل ماجازين ارتكلز، تقدر تعمل بريس ريليز، تبدا تنزل في الجرايد، تبدا تنزل في المجلات، تكتب مقاله، ممكن تعمل اونلاين ادز اعلانات على الاونلاين. بتبدا تدخل في مرحله الكونسيدريشن، بتبدا تظهر الورد اوف ماوث شويه، الناس بدات تتكلم عنك، ممكن تبعت لهم دايركت ايميل عشان تشجعهم، ممكن تشوف ريفيوز الناس اللي بدات تستخدم المنتج بتاعك، ممكن يبداوا هنا يدخلوا المين ويب سايت ويتفرجوا على الشركه، ممكن تنزل ايفنت وتعلن عن نفسك، تدخل هنا في مرحله الشراء او البرشيز.
ممكن اونلاين ريجستريشن زي ما قلنا الساين البرودكت ساين اوت بيج. ممكن مرحله بقى الريتنشن، انزل بقى ايفنتات وشوف الايفالويشن. ممكن تعمل اونلاين كوميونتي على الفيسبوك زي جروب بتاع الكوميونتي مثلا. تبدا تعمل سوشيال نتوركس كمان، تبدا بلوج بوست، وهنا بتوصل لمرحله الادفوكاسي، وهنا بتبدا تنتشر بقى الوورد اوف ماوس على المنتج بتاعك. هنا الوورد اوف ماوس ان بدات تظهر، يا جماعه في شركه جديده اسمها كذا، ده انا بشوف اعلانات شركه اسمها كذا، لكن مش شرط ان هو يكون مستخدم المنتج بتاعك. لكن هنا بقى الوورد اوف ماوس الايه اللي ليها فاعليه، الوورد اوف ماوس اللي بيبدا خلاص يقول للناس ايه رايكم تشتروا المنتج ده، والله يا جماعه انا جربته تحفه وجميل جدا والمنتج فعال وكده. يبقى هنا مختلفه عن هنا. هنا الوورد اوف ماوس الناس بدات تتكلم ان البراند بتاعي اصلا موجود، لكن هنا الوورد اوف ماوس اللي هو خلاص المستخدمين اللي استخدموا المنتج واصبحوا مقتنعين بوجود المنتج. فايده الدايجرام اللي زي ده هو ارشادي فقط، لكن مش يعني كل شركه وكل سيكتور بيبقى ليها الاتجاه بتاعها او اللي ممكن اللي هي شايفاه مناسب للعمليه دي. بعد ما خلصنا مراحل رحله العميل، في حاجه مهمه بقى اسمها الكاستمر جورني ماب او خريطه رحله العميل دي بتكون ازاي. فايه الاول كاستمر جورني ماب؟ الكاستمر جورني ماب هي عباره عن تجسيد مرئي، بنجسد مرئيا طريقه الكاستمر في ان هو بيتعامل مع الشركه بتاعتي. كمان بتديني بعض المعلومات الهامه عن ايه بقى، عن احتياجات العملاء المحتملين في كل مرحله من مراحل الجيرني بتاعتهم، وكمان ايه العوامل اللي ممكن تاثر على ده، سواء عوامل مباشره او عوامل غير مباشره، عوامل تخليهم يشتروا اكتر او عوامل تخليهم ما يشتروش او ما يكملوش البروسيس، او عوامل تخليهم في نص الشراء يقطعوا الشراء وما يشتروش تاني. فكل العوامل دي والانسايتس دي بتساعدني ان انا اخد استراتيجيات مختلفه مع العملاء وافهمهم اكتر. فبالتالي اي بيزنس بيبقى مهم ان هو يستخدم المعلومات دي علشان يحسن خبرة العميل معاه، أو يحسن تجربة العميل معاه، يزود الكونفرجن ريت، الناس اللي كانت شاكة، الناس اللي كانت لسه في مرحلة الكونسيدريشن، الناس اللي كانت لسه بتفكر تبدأ إن هي كمان في إيه تبدأ تجرب البرودكت بتاعنا أو الخدمة بتاعتنا. لو بصينا مثلا للمثال اللي قدامنا ده يمثل الكاستمر جورني ماب. ايه بقى في الكاستمر جورني ماب؟ هنلاقي هنا ان في شخصيه عندنا اسمها ساره، وحطينا سيناريو ان ساره عايزه تخرج مع اصحابها وتتفرج على فيديو بالليل، وحطينا بعض الاكسبكتيشنز ان هي بتتوقع ان هي تتفرج على فيلم حلو، ان هي بتتوقع بعض الحاجات، وان هي تقعد في كرسي كويس، وان هي تبقى التجربه بالنسبه لها ايه حاجه كويسه. اثناء التجربه او اثناء ان هي اثناء ان هي بتقرر لسه تختار الفيلم، هتلاقوها بتدور على نوع من انواع الثياترز او المسرح او السينمات، هتلاقوها بتدور على الفيلم المعين اللي هي عايزه تتفرج عليه، بتفكر هتشتري ايه، مش هتروح ولا مش هتروح وهكذا. هتلاقوا من الحاجات دي ممكن نحط بعض الانسايتس بتاعه العميل نفسه. يعني هنا هتلاقي مثلا مقوله لساره I want to see movie today، انا عايزه اتفرج على فيلم النهارده. هتبدا بقى تاخد طريقها في المروح بقى لغايه المكان اللي هتتفرج عليه، فهتبدا بقى تحس مثلا بان هي بتقف في طابور طويل عشان تقطع التذكره، بتعاني على ما تلاقي اصحابها، فهنا مثلا I can't find my friend، الموضوع ده بالنسبه لي متعب. شوفوا هنا الساتسفاكشن بتاعها بيقل. بعد كده بدات اهي اخيرا ترتاح وتبدا تتفرج على الفيلم بتاعها، وتبدا بدات توصل فاينلي اي ريلاكس، يعني انا اخيرا ابتديت ان انا ارتاح. بعد كده الخروج بقى من السينما وان هي تروح البيت، شوفوا الساتسفاكشن بتاعها قل ازاي يا جماعه، في زحمه طبعا عند الخروج، مش لاقيه طريق، بتدور على العربيه ركنتها فين، بعد كده الطريق صعب وفي زحمه لغايه ما بتوصل البيت. فهتلاقوا اعلى نسبه ساتسفاكشن كانت فين؟ وهي بتتفرج على الموفي، لان هي مبسوطه ومرتاحه. نفس الكلام هنا، اعلى نسبه ساتسفاكشن لما قررت خلاص انا قررت ان انا هخرج النهارده وايه هخرج مع اصحابي وهتبسط، فطبعا كانت اعلى نسبه ساتسفاكشن. بس في الطريق والحجز طبعا اقل نسبه ساتسفاكشن، وبرده نفس الحكايه وهي راجعه اقل نسبه ايه ساتسفاكشن.
فده ايه يدينا بقى بعض المعلومات اللي نقدر نستخدمها بعد كده ان احنا نحسن تجربة العميل مع التفرج على موفي بطرق مختلفة. في عوامل ممكن ما تكونش بسببنا، يعني زي العوامل اللي هي مثلا الطريق زحمة، طب احنا ملناش اي يد في الطريق الزحمة ده، بس في بعض العوامل اللي نقدر نعالجها فنحسن تجربة العميل. ايه الايتمز بقى اللي بنحطها في الكاستمر جورني ماب او خريطة رحلة العميل؟ اول حاجه واكثر حاجه اهميه للبيزنس بتاعنا هي الباينج بروسيس، عمليه الشراء مهمه جدا، حاول نخليها سيمبل از بوسيبل، بسيطه جدا. ممكن نحط نفس الكاتيجوريز بتاعه الخطوات بتاعه الكاستمر جيرني اللي هي ايه، اللي هي من اول الاويرنس والكونسيدريشن والديسيشن اتخاذ القرار، وبعد كده بيبدا يدخل في مرحله الريتنشن اللي هو الاحتفاظ بالعميل، وبعد كده اللوياليتي. فممكن نحط الخمس خطوات، تحط الثلاث خطوات زي ما انت شايف البيزنس بتاعك، وتبدا تستخدم التيبيكال تايب التيبيكال باينج جورني بروسيس عادي المراحل اللي احنا خدناها، ونبدا نعمل لهم مابنج كده هوريزونتالي، ونبدا نسال نفسنا بقى عن ايه، عن كل حاجه بقى يا جماعه، عن الايموشنز، المشاعر بتاعت العميل، اليوزر اكشنز، ايه الاكشن اللي هو عمله في مرحلة الوعي وفي مرحلة الكونسيدريشن في مرحلة اتخاذ القرار، كل الحاجات دي مختلفة. اليوزر رياكشن، هل كان مبسوط متضايق، رد فعله كان ايه، السوليوشنز، كل الحاجات دي بندمجها وهنشرحها دلوقتي بالتفصيل. بس اهم حاجة تبدأ تسأل العميل مجموعة من الاسئلة، لو بصيتوا هنا هتلاقوا دي الاورنس ستيج، ودي الكونسيدريشن ستيج، ودي الديسيشن ستيج. ممكن تسأله عن، او بتعرف يعني عنه حاجات، هو شعوره ايه ومشاعره ايه في اللحظات دي، هو ايه الاكشن اللي هو بيتخذه، هو بيعمل سيرش فين عن الحاجات اللي هو عايز يعرفها، طيب ايه البروسيس اللي هم بيتخذوها او الاجراءات اللي هو بيعملها العميل عشان يتم هذا الموضوع، وتبدا تحط ايه كل ايتم من ده، تبدا تحط قدامه يعني مشاعر العميل في الاويرنس، مشاعر العميل في الكونسيدريشن، مشاعر العميل في اثناء اتخاذه للديسيجن، وهكذا برضو في الريتنشن، وهكذا في الايه اللويابيليتي. ليه؟ علشان ابدا اتخذ استراتيجيات تساعدني ان انا احسن تجربه العميل اثناء استخدامه للمنتج او الخدمه بتاعتي. اول ايتم بنحطه في الكاستمر جورني ماب هو الباينج بروسيس، عمليه الشراء. طيب وتاني ايتم الايموشن. الايموشن بتاعنا بتبقى مهم جدا ان احنا نفتكر طول الوقت ان احنا بنحل مشكله للعميل بتاعنا، فبالتالي الفيلينجز بتاعته، هل هو بيحس بالراحه، بالسعاده، بالاكسايتمنت، بالتشويق، بالخوف او بالرعب، كل الايموشنز دي لما بنحطها في الجورني ماب بتاعتنا بتساعدنا ان احنا نتعرف اكتر ونلغي ونمحي تماما اي نيجاتيف ايموشن او اي بين بوينت ممكن تسبب مشكله للعميل. يبقى انا دوري هنا ان انا ساعد العميل على اي مشكله ممكن تقابله ان انا الغيها تماما او على الاقل اقللها. ما هو اقللها ازاي من غير ما اعرفها؟ يبقى الاول اتعرف عليها وبعد كده احاول اشتغل عليها عشان اقللها. طيب الايتم اللي بعد كده ايه بقى؟ اليوزر اكشنز. الاليمنت ده مهم جدا نحطه في الكاستمر جورني ماب. ليه بقى؟ لان احنا عايزين نعرف هو الكاستمر بيعمل ايه في كل مرحله من مراحل الشراء. يعني مثلا اثناء معرفته ان عنده مشكله، هل بيبدا مثلا يعمل داونلود لالكترونيك بوك اللي هي الكتب الالكترونيه، بيدخل ويبينار يقعد يسمع عن المشكله عايز يتعلم، فبالتالي احنا نقدر نوصل له ازاي؟ يعني ما بنعرف ده كله بنقدر نوصله ازاي، فبالتالي احنا بنكتشف ازاي الكاستمر بتاعنا بيتحرك وبيتصرف خلال كل مرحلة من مراحل الجورني، فبالتالي نتعرف اكتر على الكاستمر بتاعنا. رابع ايتم عندنا هو اليوزر ريسيرش. المستخدم ده بيعمل ريسيرش فين؟ الاليمنت ده بيشرح لنا ايه الحاجات وفين المشتري بيعمل ريسيرش، فهو بيشرح لنا امتى الشخص ده بيعمل ريسيرش فين وامتى هم بياخدوا اكشن، فبالتالي هل مثلا هو بيلجأ بيه السيرش انجن زي جوجل
زي جوجل، او مثلا بيروح ريسيرش سوليوشن، بيدور على اصدقائه، بيسمع اراء الناس. فبالتالي مهم جدا ان احنا نركز هما بيعملوا ريسيرش فين، فبيوصلوا انهم يدركوا البين بوينتس بتاعتهم ازاي. نيجي بقى الاهم ايتم واللي يمثل دور الفريق بتاعنا بقى، سوليوشن او الحلول. ده يعتبر الفاينل اليمنت في الكاستمر جيرني ماب، او اخر يعني اخر عنصر في الكاستمر جيرني ماب. واهميته ان احنا انا والفريق بتاعي بنبدا نعمل برين ستورمنج علشان بطرق مختلفه علشان نحسن الباينج بروسيس. فبالتالي الكاستمر بيبقى عندهم فيور بين بوينت ديورينج ذا جيرني. يعني انا بدرس بقى الخريطه كده قدامي وابدا احط مجموعه من الحلول لكل المشكلات اللي ممكن يتعرضوا ليها اثناء الجيرني. فدي تعتبر بقى الدور بتاع الايه الفريق. يعني احنا دورنا في الخطوات اللي فاتت كان ايه؟ اكتشافي، احنا بنستكشف العميل بتاعنا. لكن في السوليوشن دي حلولنا احنا بقى. طيب احنا اكتشفنا العميل، هنقدم له حلول ايه؟ هنقدر نقلل او نمنع البين بوينتس اللي هو بيحس بيها طول ما هو ماشي في الجيرني بتاعته ولا لا؟ كل فترة قد ايه احنا محتاجين ان احنا نجدد او نعمل ابديت للكاستمر جيرني ماب؟ الماب بتاعتنا غالبا بتبقى constant work، يعني على طول احنا شغالين فيها in progress، يعني مش بنخلصها ونبقى كده خلصنا اللي علينا وما بنرجع لهاش. احنا بنرجع لها طول الوقت، بنعمل لها reviewing طول الوقت. ممكن تبقى بشكل شهري monthly، او ممكن كل 3 شهور مثلا quarterly. كل 3 شهور يعني كل 3 شهور من السنة، كل quarter او كل ربع سنوي بنعمل لها checking. ده بيساعدنا ليه؟ بيساعدنا ان احنا نقدر نتعرف على الجابس وكمان الفرص اللي ممكن تخليني احسن الكاستمر جيرني. بنستخدم طبعا كميات من الداتا اناليتكس، في حاجات كتير قوي من الداتا اناليتكس عشان نقدر نحلل راي العميل، ونبدا نفحص كويس جدا لو في اي عقبات او رود بلوكس بتقابل، او يعني سدادات طرق يعني زي ما بنسميها بتقابل العميل في رحلته معانا. كمان بنخلي كل الستيك هولدرز انفولفد معانا بان هم عارفين البروسيس بتاعه الجيرني ماب. وعشان كده من الافضل ان احنا بنخلي الماب بتاعتنا بنعملها فيجواليزيشن، يعني بنخليها في شكل فيجوال احنا شايفينه، شكل مرئي. ممكن نستخدم جوجل شيت مثلا ونعمل لها شيرنج مع كل فريق العمل بحيث انها تبقى معانا كلنا. فبالتالي ده بيساعدنا ان احنا كمان بالاضافه لده ممكن نعمل ريجولار ميتينجز او اجتماعات دوريه عشان نحلل ازاي لما نزلنا منتج جديد او عملنا عروض او غيرنا استراتيجيه معينه اثرت فعلا على الكاستمر جيرني ماب. وبدل ما هي مثلا كانت بالشكل ده وكان في مثلا بعض النقاط العميل بيعاني منها او ما عندوش ساتسفاكشن من ناحيتها، والساتسفاكشن مثلا زاد لما عالجنا الموضوع ده، او لما عملنا اوفرنج في الشكل الفلاني او في الوقت الفلاني من الشهر او في فترة الاوجاسيونات مثلا. كل الحاجات دي احنا بندرسها علشان نحسن تجربة العميل بتاعنا داخل استخدامه للمنتج او الخدمة بتاعتنا. ناخد بقى دلوقتي لايف سايكل لعملية الشراء او الباينج بروسيس، او دورة حياة الشراء، عملية الشراء. اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو الفاونديشن او الاساس اللي بيبنى عليه البيهيفير لاين. البيهيفير لاين يعني خط التصرف. فالفترة الأولانية دي هي فترة الشراء، ودورنا في الفترة دي ان احنا بنعمل حاجة اسمها بيرشيز سيناريو، يعني السيناريو الخاص بعملية الشراء. اما الخطوة التانية هنا بيبقى الاون. اون يعني ايه؟ يعني الملكية، يعني الشيء ده بقى ملكي خلاص. فدوري انا كبراند ان انا في الفتره دي اسبورت اند سيرف، يعني ادعم واخدم العميل بتاعي، واللي احنا بنسميه السبورت سيناريو. يبقى اول سيناريو هو سيناريو الشراء، وتاني سيناريو هو السيناريو اللي بتعمله الشركات للدعم، وكل ده على بعضه اسمه البيهيفير لاين او خط التصرف في عمليه الشراء. فاحنا في السلايدز اللي جايه هنختار كل مره جزء من عمليه الشراء ونشرحه،
according للبرسونة اللي احنا مختارينها من البداية. في كل سيناريو من السيناريوهات دي هيبقى عندنا حوالي من 15 ل25 خطوة في البيهيفير لاين. فهتلاقوا دايما البيهيفير لاين واخد شكل 8 او شكل 8، لان هو بيرجع ويروح تاني ونبدأ نكمل ونرجع نشتري تاني وهكذا. فاحنا المفروض نعملها ازاي؟ ان احنا نختار سيناريو محدد ونشتغل عليه عشان نبقى محددين الخطوات اللي هيمشيها العميل معانا. يلا نبتدي كده ونشوف هنبتديها ازاي. هنشوف مع بعض كده اول مرحلة، وهي مرحلة النيد او الاحتياج. ايه البروسبكتيف او الهدف بتاع الشركة بتاعتنا؟ لما الكاستمر ادرك ان هو عنده احتياج للمنتج، هل هو فكر او عارف ان في البراند بتاعنا؟ هل هو عنده وعي ان البراند بتاعنا موجود؟ فاصبح الكي بي اي بتاعنا ان احنا نعمل ادفرتايزنج عشان ايه؟ نعمل ريتش وفريكوينسي، يعني نوصل للعميل ده ويبقى كمان في فريكوينسي ان احنا ايه؟ ها، يشوف اعلاننا او يشوف البراند بتاعنا باستمرار. وايه بقى الفاينانشال ميجر اللي احنا هنقيسه؟ او هنقيس ايه بقى؟ هنقيس الريتيرن اون ادفرتايزمنت سبنت، يعني انا صرفت كام في الادفرتايزمنت وجابت لي كام كاستمر. يبقى في مرحله النيد ايه البروسبكتيف او الهدف بتاع المؤسسه؟ لما العميل كان عنده احتياج، هل هو عارف عن المنتج بتاعي؟ طيب دوري ايه في المرحله دي؟ ان انا اعمل ادفرتايزنج، والهدف من الادفرتايزنج ان انا اوصل للعميل ويكون ايه؟ في فريكوانسي عالي او تكرار بزيادة علشان يبقى عارف ان في البراند بتاعي. طيب وايه الفاينانشال ميجر اللي انا بقيسه؟ الريتيرن اون ادفرتايزنج سبنت، يعني ايه العائد اللي عاد عليا من المصروفات التي تم صرفها في عملية الاعلان. خطوة ايه بقى؟ الريسيرش. تاني خطوة البحث. ايه الاورجنايزيشن بروسبكتيف بتاعنا في الريسيرش فيز؟ لما الكاستمر عرف ان هو وابتدى عملية الريسيرش، هل هو عارف ان في منتجات وخدمات انا بقدمها ومناسبة جدا للاحتياج بتاعه؟ تاني، هل هو عارف ان في منتجات وخدمات انا بقدمها ومناسبة جدا للاحتياج بتاعه ولا لا؟ طيب ايه الكي بي اي بقى اللي انا بشوفها؟ الانتر اكشن ريت، هل في تفاعل مع العميل مع الويب سايت بتاعي؟ هل في تفاعل مع العميل مع محلاتي؟ هل في تفاعل مع العميل على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي بتاعي؟ ايه هو الانتر اكشن ريت اللي انا بقيسه؟ طيب والحاجه الثانيه عدد الفرص. الفاينانشال ميجر بقى اللي انا هقيسه او المقياس المالي اللي انا هقيسه هو النمبر اوف اوبورتيونيتيز، عدد الفرص اللي انا حصلت عليها اثناء عمليه الريسيرش. يعني زي ما بنقول كده ان عن طريق جوجل احنا بنحجز حاجه اسمها الاس اي او اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن، ان كل واحد بيضغط على الويب سايت بتاعي اللي احنا بنسميها الدفع عن طريق النقره. كل واحد بيضغط، انا بدفع لجوجل ان الشخص ده ضغط على الويب سايت ودخل الويب سايت بتاعي، فكان فرصه بقى اتكونت، ها، نتيجه ان في ناس ضغطت بعد عمليه السيرش ووصلت لي، كان فرصه بدات تظهر للواقع. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاختيار أو السلكت. البروسبكتيف بتاع الأورجنايزيشن بتاعتنا إيه؟ What did our customer select؟ هم اختاروا إيه؟ هل اختاروا البراند بتاعي ولا اختاروا براند تانية؟ وإزاي يعني تأثروا أو تفاعلوا مع الفاينانشال بنفيت بتاعتي؟ يعني مثلا أنا كنت عامل أوفر مثلا، أو أنا كنت عامل ديسكاونت، او انا كنت عامل مثلا عروض بشكل الفلاني، او كنت عامل مثلا سبسكريبشن فيز عامل لها عروض خلال الشهرين اللي فاتوا. ازاي هم تعاملوا مع الفاينانشال بنفيت او الفايده الماليه اللي انا كنت عاملها؟ طيب الكي بي اي بقى اللي انا بقيسها الاب سيل اند كروس سيل ريت. ايه الاب سيل والكروس سيل؟ الابسل ان انا مثلا بدل ما اديتك الحجم الصغير اديتك الحجم الميديم او الحجم اللارج، ده ابسل. اما الكروس سيل ان انا مثلا بدل ما اديك وجبه مثلا برجر، لا انا هخليها كومبو وادي معاها مثلا بيبسي وفرايز، كده اسمه ايه؟ كروس سيل.
يبقى هل في زياده ان الناس بدل ما تاخد الحجم الصغير قالت لا ده انا عايزه الحجم الكبير، لان هم بيحبوا المنتج بتاعك، السلكشن بتاعهم زاد، بدل ما كانوا بياخدوا منك خدمه واحده لا خدوا خدمتين ثلاثه، بدل ما في باكج فيها خدمه واحده قالوا لك لا انا هاخد الخدمتين ثلاثه. ده معناه ان انت محبب في فتره السلكشن. طيب الفاينانشال ميجر اللي انا بقيسه او المقياس المالي اللي انا بقيسه الافريج اوردر سايز، هل هم بيختاروا الاوردر سايز الصغير مش عايزين يختاروا الاوردر الكبير، او مش عايزين يعملوا اب سيلينج او كروس سيلينج وهكذا. يبقى دي في مرحله الايه السلكت. نشوف بقى المرحله اللي بعد كده اللي هي رقم 4 اللي هي البرشيز. طبعا اللي هي عمليه الشراء او البرشيز هي عمليه مهمه جدا جدا، وعلى اثرها بيكون الاورجانيزيشن برسبكتيف بتاعنا ايه بقى، هاو افكتيف وير وي ات جيتينج اوت كاستمر تو كونفرت، هل احنا كنا فعالين جدا في الاستراتيجيات اللي فاتت اللي هي في النيد والريسيرش والسلكت لدرجه ان هو بالفعل هيقوم بعمليه الشراء، هل احنا الاستراتيجيات اللي احنا خدناها كانت فعاله وادت الغرض اللي المفروض نعمله ويقوم بيه عمليه الشراء. فعلشان كده هنلاقي ان الكي بي اي اللي احنا هندرسها النهارده هتكون كي بي اي نيجاتيف، اللي هي الايه الكارت ابوندمنت ريت، كم واحد تخلى عن عربه التسوق، كم واحد ما كملش التسوق وساب العربه ومشي، او لو احنا بنتكلم على اونلاين بعد ما اختار الايتمز وحطها في عربه التسوق ما كملش عملية الشراء وما اختارش الحاجة وتخلى عن عربة الشراء. تخيلوا ان ده ريت بنقيسه او معدل بنقيسه. طب والفاينانشال ميجر بتاعنا ايه بقى؟ معدل الدخل اللي داخل لكل ايه؟ لكل معاملة، الايرادات اللي دخلت لنا من كل معاملة خلصناها. يبقى احنا عرفنا في مرحلة الشراء هي تعد مرحلة تمثل استثمار لنجاحك في المراحل السابقه، ان انت خلاص انت اقنعته لدرجه ان هو وصل لعمليه الشراء ومش متردد. عشان كده الكي بي اي اللي بندرسها كام واحد تخلى تماما عن الكارت وما كملش عمليه الشراء، ومعدل الدخل اللي داخل لك او الايرادات لكل معامله او كل ترانزاكشن اتعملت. يعني ممكن واحد يختار في عربه التسوق 50 منتج وبعد ما يختارهم لا الفلوس كتير، ففي الاخر هيشتري ايه؟ واحد بس. يعني هو اعجب بخمسين منتج بس في الاخر اشترى ايه؟ اشترى واحد بس. ففي مشكلة عندك انت لازم ايه نعالجها. هي اللي تمثل المرحلة الانتقالية بقى بتوين ان هو عمل عملية الشراء وان هو استلم المنتج بتاعك بقى ملكه. فهتشوفوها هتلاقوها هنا بدأت اهي، ثابت عملية الباينج بروسيس او عملية الشراء ودخلت في الايه في الملكيه، ان الحاجه بقت ملكي خلاص. فهو بدا هنا ريسيف المنتج ده. في مرحله ان هو بيستلم المنتج بتاعك فالاورجانيزيشن برسبكتيف ايه بقى، قد ايه احنا بكفاءه وبفاعليه efficiently and effectively deliver البرودكت والسيرفيس ده، ازاي بكفاءه وفاعليه احنا سلمنا المنتج او الخدمه بتاعتنا. فشوفوا الكي بي اي بقى اللي احنا هندرسها هتكون ايه، average delivery time، ودي بتكون عامل مهم جدا. بعض الصناعات وبعض الخدمات قائمه اساسا على الافريج delivery time، احنا اسرع خدمه طالما هو ده ممكن ما يكونش اعلى جوده بس هو بيوصل لك باحسن طرق التوصيل واسرع خدمه. الفاينانشال ميجر اللي انت هتقيسه او المقياس المالي اللي انت هتقيسه هيكون الدليفري كوست بير ترانزاكشن، يعني تكلفه التوصيل لكل معامله، تكلفة التوصيل لكل معاملة هو ده هيكون الفاينانشال ميجر اللي انت هتقيسه. طبعا كل ما تقلل الافريج دليفري تايم ويكون كمان الدليفري كوست عليك صغيرة كل ما يكون احسن للبزنس بتاعك. فشوفوا احنا قد ايه بنتعامل بالكي بي ايز دي، ان احنا بنتحكم فيها، ان احنا بنقدر نقيس نسب نجاح الايه الشركة او نقدر نحقق لها نجاح اكتر. أنا استلم الحاجة بتاعتنا الخدمة أو المنتج بتاعنا، نبدأ ندخل في الفيز اللي هو اسمه يوز فيز اللي هو الاستخدام. البرسبكتيف بتاعنا بيكون إيه؟ How are our customers using our products or service؟ إزاي العميل بيستخدم بقى المنتج أو الخدمة بتاعتك؟ بص بقى الـ KPI اللي إحنا بندرسها إيه؟ الـ Rate of Adoption،
هل العميل خلاص بقى مقتنع بالاستخدام وبقى يعني زي ما احنا بنقول كده الاستخدام اساسي في حياته وعرف عن التكنولوجيا دي وبقت اساسية في حياته، فقد ايه من العملاء بدأ يقنع غيره وغيره بدأ يستخدم الخدمة او المنتج وهكذا وهكذا وهكذا. يعني بدأت الدايرة بتاعة المستخدمين او المقتنعين بالاستخدام تزيد. طب والفاينانشال ميجر اللي احنا بنقيسه بقى الفوليوم اوفر تايم، الفوليوم بتوع الكاستمرز، عدد الكاستمرز اللي عمال يزيد، الفوليوم استخدام يعني الفوليوم بتاع الاستخدام اوفر تايم. يعني بدل ما كنت بقعد يعني مثلا نتوقع ابلكيشن، مثلا بدل ما كنت بقعد على الابلكيشن نص ساعه في اليوم بقيت بقعد ساعه، بقيت بقعد 3 ساعات، بقيت بقعد 4 ساعات، بقى اولادي كمان بيقعدوا، بقينا بنقعد 8 ساعات بنستخدم الابلكيشن. ده دليل نجاح على ايه؟ على نجاح الابلكيشن بتاع اللي انت بتعرضه او الخدمه اللي انت بتسوق لها. بعد ما العميل بيستخدم الخدمه بتاعتنا ندخل في مرحله تانية اللي هي اسمها المينتين، المحافظه. المينتين فيز بيكون البروسبكتيف بتاع المؤسسه معناه هل احنا خليناها سهله وبدون مجهود للعميل ان هو يحل كل المشكلات اللي عنده لدرجه ان هو بيبقى محتفظ بالمنتج بتاعنا او بالخدمه بتاعتنا او بالبرودكت بتاعنا مش قادر يستغنى عنه. على فكره ممكن ينطبق ده على منتجات فيزيكال بتبقى موجوده معانا، وممكن ينطبق على خدمات، ممكن ينطبق على موبايل ابلكيشن. كتير جدا بننزل موبايل ابلكيشن وبعد كده ما بنستخدمهاش تاني. فهل انت فعلا بتمنتين الخدمه دي وبتستخدمها؟ فهنا بنتكلم على السيلف سيرفيس ريت، ان انت بتبدا تستخدم او معدل استخدامك الشخصي للخدمه فبيبدا يزيد، بدل ما كنت بستخدمه مره بقى بستخدمه مرتين. والفاينانشال ميجر اللي احنا هنقيسه او العائد المالي اللي احنا هنقيسه او المقياس المالي اللي احنا هنقيسه الكوست بير تشانل. صح، انا عندي 50,000 واحد بينزل الابلكيشن بس كلهم بيعملوا ديليت او ما بيستخدموهوش، فبالتالي احنا عندنا هنا مشكله كبيره. لازم نعمل استراتيجيات لتسويق استخدام الموبايل ابلكيشن. الناس ما بتحتفظش بيه، هو مجرد بياخدوا اول مره الخدمه او الحاجه اللي هم عايزين يعملوها وبعد كده خلاص. مرحله اللي كل بيزنس بيتمنى ان هو يوصل لها اللي هي مرحله الريكومند او التوصيه. في الريكومند فيز بيكون البرسبكتيف بتاع الاورجنايزيشن قد ايه محتمل ان العميل بتاعي ينصح احد العملاء الاخرين او يناصر البراند بتاعتي. فده بيكون جزء مهم جدا ومن اعلى درجات نجاح البراند ان هي توصل للمرحله دي. طب الكي بي اي اللي بندرسها بقى في الحته دي بتكون ايه؟ العائد المادي او الريفينيو بير ريفيرد كاستمر. خدوا بالكم مش الكاستمر العادي اللي اكتشف اللي عنده احتياج، لا، الريفينيو بير ريفيرد كاستمرز، يعني الكاستمرز اللي جالهم ريفيرال او اللي جالهم توصيه او اللي جالهم ريكومنديشن وعلى هذا الاثر هم استخدموا المنتج بتاعنا. الفاينانشال ميجر او المقياس المالي اللي هنقيسه هو الكاستمر شران ريت، يعني الكاستمر استمر معاك قد ايه، ما انكمش، ما مشيش، ما راحش لبراند اخرى. يعني ممكن الكاستمر يجي عند المرحله بتاعت اليوز ويروح لبراند تاني وما يكملش الايه السايكل عندك. فهو ايه اللي خلاه يكمل البيهيفير لاين بتاعنا وما مشيش؟ فطالما ده يبقى لو في عملاء كتير بيمشوا عندك من مرحله اليوز وما بيكملوش لمرحله الريكومند يبقى احنا محتاجين هنا نعمل ايه يا جماعه بالظبط؟ برافو عليكم، لياليتي بروجرام او ريفيرال بروجرام، ونجرب ونشوف هل هيمشي مع العملاء بتوعنا ولا لا. ناخد مع بعض دلوقتي انواع الكاستمر جورني ماب. هل الكاستمر جورني ماب ليها انواع؟ ليها انواع. طيب نشوف اول نوع اللي هو الكرنت ستيت. يعني ايه الكرنت ستيت؟ يعني الوضع الراهن. يبقى النوع ده اسمه الكرنت ستيت او الوضع الراهن. هو بالظبط زي اللي احنا شرحناه في الكاستمر جورني ماب، بتكون فيجوالايزد كده او مرئيه وبنعرض فيها شخصية الكاستمر والسيناريو اللي هو عايز يستخدم فيه الخدمة أو المنتج بتاعنا، وكمان بنعرض الاكسبكتيشنز بتاعته، يعني توقعاته. هو توقعاته إيه؟ يحصل طبعا أحسن خدمة، يوصل في أسرع وقت، يحصل على الأمان، بغض النظر هو إيه توقعاته.
ونبدأ نرسم الكاستمر جورني اكوردنج للخطوات اللي هو بيمشيها. زي ما انتوا شايفين كده بنرسمها بالخط ده. في بعض الفترات بتبقى يعني اقل في القبول او هو مش قابلها قوي، او اقل في الساتسفاكشن او الرضا، وفي خطوات بتبقى عاليه جدا، وبنحط بعض الكيوتس اللي هي المقولات الخاصه بالمستهلك. هنا في مرحله التحديد ان هو بيديفاين، وهنا بيقارن كومبير، وهنا بيبتدي نيجوشيت يتفاوض، وفي الاخر بيسلكت براند او برودكت معين يشتري. ده الكارنت جورني ماب العاديه خالص، ودي اكثر الطرق شيوعا للكاستمر جورني ماب. انا اللي يهمني جدا ده ايه ده بقى؟ ده الاوبورتيونيتيز والانترنال اورنشيب زائد ماتريكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد ما بتدرس الكاستمر جورني ماب بنلاقي هنا مثلا بين بوينت، بنلاقي هنا بين بوينت، فايه الفرص بتاعتنا؟ بنبدا نحط الفرص اللي نقدر نستغلها بعد دراستنا للكاستمر جورني. كمان بنحط الانترنال اونرشيب، يعني فيما يخصني انا بقى الداخلي بتاعي. يعني ممكن اقول لفريق المبيعات انهم يعملوا كذا، او فريق الكاستمر سيرفيس انهم يغيروا طريقتهم في كذا، او فريق الماركتنج انهم يعملوا كامبين بالشكل الفلاني، وبالتالي بحط لها ماتريكس بقدر اقيسها. يبقى الكرنت ستيت هو الوضع الراهن. ده نوع من انواع الكاستمر جورني ماب، هو يعتبر اكثر نوع انتشارا، بيعمل فيجواليزيشن طبعا للاكشن والثوتس والايموشنز والفيلينجز بتاعه الكاستمر. اثناء، شوفوا بقى ايه اثناء، دي مهمه جدا، اثناء الاكسبيرينس مع الانتر اكشن مع الشغل بتاعنا او الكومباني بتاعنا او الاورجنايزيشن بتاعنا. ليه بستخدمها او هي مناسبه جدا لايه؟ هي مناسبه جدا لان انا استخدمها للتطوير المستمر على الكاستمر جورني. يبقى continually improving the customer journey. اوكي؟ فده اللي احنا خدناه بالنسبه للجزء ده. يبقى ده الايه؟ يمثل الكرنت ستيت. تاني نوع من انواع الكاستمر جورني ماب هو day in the life، يعني يوم في الحياه. ده نوع من انواع الكاستمر جورني بنعمل برضو فيجواليزيشن او بنعمل تصور مرئي للكاستمر جورني، وبنكتب فيه طبعا الاكشنز والثوتس الافكار والايموشنز او الفيلينج بتاعت الكاستمر. بس امتى بقى؟ اللي هم currently experience in their daily life، يعني الحاجات اللي هم بيعصروها وبيعيشوها في حياتهم اليوميه، الديلي اكتيفيتيز بتاعتهم، بغض النظر كان فيها استخدام للمنتج بتاعي او تعامل مع الشركة بتاعتي او ما فيهاش استخدام او تعامل مع الشركة بتاعتي. طيب ايه فايدة النوع ده من الكاستمر جورني؟ ان هو بيديني حاجة بنسميها برودر لينس، يعني رؤية اوسع للمستقبل. ليه بقى؟ انت طول الوقت بتتابع حياة العميل، فبالتالي ممكن تكتشف البين بوينتس اللي موجودة في حياته الفعلية. يعني بيقدر الـ day in the life إن هي تقابل لنا أو توضح لنا كل الـ unmet customer needs اللي ممكن تساعدنا جدا جدا جدا، لدرجة إن العميل نفسه ممكن يكونش عارف إن عنده الاحتياج ده. فالشركات بتستخدم الطريقة دي ليه؟ بتستخدم الـ customer journey map اللي هي day in the life لما يبقى همهم أو يبقى الغرض منها إن هما بيكتشفوا عايزين يعملوا تطور جديد في الماركت، exploring new market development strategies. عايزين يعملوا new market development strategies. بيقدروا يعرفوها ازاي؟ عن طريق ان هم يتابعوا العميل day in the life، فبيقدروا يكتشفوا ال unmet needs اللي ممكن موجودة عند العميل ومفيش حد قضى الاحتياج ده عند العميل. دي تاني طريقة من الكاستمر جورني. تالت طريقة من الكاستمر جورني ماب هي الفيوتشر ستيت أو الوضع المستقبلي. الفيوتشر ستيت أو الوضع المستقبلي هنا بتبقى طريقة من طرق الكاستمر جورني، وخلال هذه الطريقة احنا بنعمل فوركاستنج للمستقبل. ازاي الكلام ده؟ احنا بنعمل الستريشن أو نماذج توضيحية، وبنقدر نعرضها على العملاء، ونفس الطريقة هي طريقة بنعمل منها فيجواليزيشن وبنحط فيها كل الاكشنز والافكار والايموشنز والفيلينج بتاعت الكاستمر اثناء تفاعلهم مع حاجة هيقابلوها في المستقبل. فاكوردنج لتفاعلهم الحالي مع السكتش ده بيدينا يعني امباكت كده، او بيدينا انسايت ان انت في مشكلة في النقطة دي، او ان هو عايز الموضوع يبقى اسهل اكتر، او عايز الموضوع مناسب اكتر، او عايز الدليفري اسرع شويه.
فده بيسهل لي ان انا اعمل ايه بقى، ان انا بعمل الستريشن للفيجن بتاعتي وبحط الاستراتيجيك جول واروح ادرسها مع العميل، فاقدر اعرف كل الحاجات اللي ممكن تسبب لي في المستقبل مشكلة مع العميل، فبالتالي اعالجها قبل ما نعمل المنتج وننزل بيه ونواجه ان هيكون في مشاكل مع العميل. يبقى احنا التلاتة اللي خدناهم دلوقتي من الكاستمر جورني ماب ايه هما؟ الكرنت ستيت ودي ان ذا لايف والفيوتشر ستيت. تفتكروا رابع نوع من الكاستمر جورني ماب هيكون ايه؟ تعالوا نشوفه كده سوا. رابع نوع من الكاستمر جورني ماب هو السيرفيس بلو برنت. ايه السيرفيس بلو برنت ده؟ ده نوع من انواع الجورني الكاستمر جورني ماب، بسيط جدا، وهو نفس الكاستمر جورني ماب اللي احنا عملناها. اي نوع من الستايل اللي احنا ذكرناهم، يا اما تستخدم الكرنت ستيت او دي ان ذا لايف او الفيوتشر ستيت، ونبدا نبني عليه سيناريوهات مختلفه باختلاف الناس، باختلاف البوليسي، باختلاف التكنولوجيز، باختلاف البروسيس، ونطلع حاجه جديده اسمها سيرفيس بلو برنت. ايه فايده ده؟ هقول لكم حاجه، يعني انا مثلا ممكن اشتري منتج معين، بس لو كان معايا طفل صغير اكيد اختياري للمنتج هيختلف. يبقى ايه؟ لو كان معايا الفاميلي او الاسره بتاعتي اكيد اختياري هيختلف، اكيد شرائي هيختلف، فده تاثير الناس. لو كان معايا مجموعه من الاصدقاء برضو هتختلف. طيب تأثير البوليسي، لو ما كان عامل بوليسي مثلا بعدم دخول الأطفال أو عدم دخول صغار السن أصغر من 18 سنة أو عامل أي بوليسي خاصة بيه، طبعا هتأثر في موضوع الشراء. لو ما كان عامل تكنولوجيات جديدة زي مثلا فينشور رياليتي، زي مثلا استخدامه للارتفيشال انتليجنت، وفي ناس عندها مثلا بانيك من استخدام الحاجات دي، بيجيلهم خوف، بيجيلهم رعب، فطبعا استخدام تكنولوجيات معينة ممكن يأثر على مجموعة معينة. كمان الطريقة أو البروسيس نفسها ممكن برضو تأثر على مجموعة معينة. فأنا ببدأ أدخل عامل عامل من العوامل المختلفة عشان أقدر أدي دراسة وافية للكاستمر جورني. فممكن نعتبر إن السيرفيس بلو برنت هو كاستمر جورني ماب عادية، بس هي تشمل مجموعة من العوامل اللي بتأثر على توصيل الكاستمر جورني، فبالتالي بتأثر على إن احنا نكتشف الأسباب الأساسية أو الجذرية لطريقة استخدام العميل أو الكاستمر جورني. الخطوات اللي هو مشيها ممكن تختلف أكوردنج لإيه؟ لفاكتور معين أثر عليها. فده بيخليني أقدر أعرف إن شاء الله في المستقبل أعمل desired future customer journey map إزاي. أعملها بقى وأنا حاطط in consideration أو حاطط في الاعتبار كل الفاكتورز اللي ممكن تأثر. يعني هنا مثلا زي ما احنا شايفين الدياجرام اللي قدامنا ده، شوفوا أثر ازاي، ادي الكاستمر في البداية وادي الكاستمر بعد ما درسنا كل الفاكتورز. هنلاحظ هنا ان احنا لقينا pain points، فالبين بوينتس دي بنبدأ نشتغل عليها يا جماعة، نطلع لها استراتيجيات وآليات للحل، نطلع منها فرص، نطلع منها تغير في فريق العمل، ان هم ممكن يعملوا استراتيجي مختلفة علشان يقدروا يتأقلموا على التغير اللي حاصل في الكاستمر جورني ماب. كونكلوجن بتاعتنا بقى بتقول ايه؟ لما اي شركة من الشركات بتبدأ تعمل بريكنج داون او تكسر الكاستمر جورني لخطوات لفيزس محددة، زي ما احنا خدنا الستيجز، فاكرينها كانت الاورنس والكونسيدريشن والديسيشن وبعدين الريتنشن وبعدين اللويالتي او اللويالتي او الادفوكاسي، اي حاجة، او ممكن نكسرها فيز فيز. فاكرين الفيزز؟ كانت النيد وبعد كده السيرش وبعد كده ان هو ابتدى يدور على يعمل سيليكشن او نيجوشييت عشان يعرف انهي الماركة الكويسة، وبعد السيليكشن بيدخل في مرحلة اليوز، وبعد اليوز يدخل في مرحلة الريتين، وبعد الريتين يبدأ ريكومند بقى لحد تاني. فكل ما بنعرف كل ستيب وكل ما بنعرف كل فيز ونربطها بهدف معين عاوزين نوصل له في الشركة، وكمان نعرف التاتش بوينتس، فاكرينها؟ ايه التاتش بوينتس؟ طرق التواصل او نقاط التواصل اللي اقدر منها اقدر احول الستيب دي عشان اماكسمايز او ابوست الكاستمر سكسس جيرني. بعد كل ده، كل حاجة بنعملها بتبقى عن طريق ان احنا بنحل مشاكل العميل وبنساعده ان هو يحقق نجاح طويل المدى مع المنتج او الخدمة بتاعتنا.
الغرض الأساسي بتاعنا إن إحنا بنحل مشكلة العميل وبنوصله إن هو يوصل للونج تيرم سكسس، إن هو يبقى العميل بتاعنا بقى، نوصل لليابيليتي يا جماعة، نوصل إن هو اللي بيدافع عن البراند بتاعنا، نوصل إن هو اللي بيشجع الناس أو بيريكومند البرودكت بتاعنا للناس التانية. احنا بقى النهارده خلصنا محاضرتنا، فلو عملنا راب اب كده للمحاضره، اتكلمنا في ايه النهارده من محاضرتنا الثامنه من مقرر التفكير التصميمي، اتكلمنا عن ايه هي الكاستمر جورني او رحله العميل، اتكلمنا كمان عن الكاستمر جورني ستيجز او المراحل المختلفه افكركم بيها، اللي هي الاويرنس والديسيجن، الاويرنس والسوري الكونسيدريشن والديسيجن والريتنشن، واخر حاجه اليابيليتي. واتكلمنا على الكاستمر جورني ماب، ازاي نحطها في صوره ماب، ايه الايتمز اللي احنا بنحطها في الكاستمر جورني ماب، كل بقى اللي انتوا عايزينه من اول الراجل ده عباره عن ايه، وايه الاكسبكتيشنز بتاعته، ايه الثوتس، ايه الايموشنز، ايه اليوزر اكتيفيتيز او الاكشنز اللي هو بياخدها، كمان الستبس فور كرييتنج الكاستمر جورني ماب اللي هو الاسبان اللي احنا خدناه، الشكل اللي عامل زي شكل الثمانيه ده، اللي بيوضح كل الفيزز اللي اي حد فينا بيدخلها من اول ما يكون عنده احتياج لغايه ما بيبقى خلاص هو العميل الدائم للشركه. ودخلنا بعدها على انواع الكاستمر جورني ماب، خدنا اللي هي الكرنت ستيت داي ان ذا لايف والفيوتشر ستيت، واخر حاجه كانت السيرفيس بلو برنت. الكاستمر جورني ماب بيست براكتسز ان احنا بنفهم كل الايتمز اللي احنا خدناها اثناء المحاضره، وتركيزنا النهارده كان على الكاستمر، بقالنا محاضرتين تركيزنا الاساسي على الكاستمر لانه تارجت اساسي من عمليه التفكير التصميمي، خدنا الرحله بتاعه الكاستمر بتاعنا، وخدنا كمان ازاي نحطها عمليا في صوره ماب او خريطه فعليه عشان تساعدنا احنا والفريق بتاعنا. احنا النهارده خلصنا محاضرتنا، كان معاكم دكتوره ايه محمد في المحاضره الثامنه من مقرر التفكير التصميمي، كود المقرر 621، مقرر اساسي من مقررات سكند سمستر اوف ماستر اوف انتربرينورشيب، والقاكم على خير ان شاء الله في محاضره النقاش نتناقش فيها في كل الامور التي وردت اثناء المحاضره. خالص الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.